Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about a very important topic. الحقيقة مهم لينا كلنا. وأنا شخصياً استفدت منه جداً 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 بمراجعتي لل different resources وأنا بحضر عن the prevention of surgical site infection in orthopedic surgery. الحقيقة كلنا في شغلنا ساعات للأسف بنقابل infection. وأحسن علاج للinfection هو الحقيقة the prevention. لأنه it's a catastrophic complication ربنا ما يقدر حد فينا إن إحنا نواجهها وللأسف كلنا بنواجهها at some point كلنا بنقابل الكيس اللي جاية دي هنلاقي عادة بيجي لنا مريض سواء صغير أو كبير بس أنا حبيت أديلكم الكيس example دي 70 years old female patient with advanced hip osteoarthritis. Let it be elective case, زي advanced hip osteoarthritis or advanced knee osteoarthritis. Complaining of diabetes, obesity, malnutrition, cardiovascular problems, rheumatoid arthritis, anemia, urinary symptoms. ولو بصينا على الروشيت بتاعتها أو الميديكيشنز اللي هي ماشية عليها هنلاقي اعتقد كتير تخيلوا المريض يجي لك وهو فعلا محتاج يتعمل له ارثروبلاستي او محتاج يتعمل له some sort of elective procedure. Obviously ده it's a very challenging case وحبيت ادي الكيس اكزامبل ده على اساس واحنا بنمانج this patient ازاي نبريفنت انه يحصل فيها infection. أنا I based my presentation على the following resources. The main source بتاعي كان the second international consensus meeting on musculoskeletal infection اللي هو ICM thing اللي اتعمل في 2018. I was delighted to be one of the delegates اللي حطينا the consensus مع quite a few colleagues من مصر including Professor وائل سمير, إبراهيم الجنزوري, Professor أيمن عبيد, أسامة حسن a lot others. The other sources included, طبعا, literature review من PubMed, the ACAS, American Association of Hip and Knee Surgeons, American College of Rheumatology, NICE guidelines, National Institute of Health and Care Excellence from UK, in addition to the Cochrane database. كلنا يا جماعة بنقابل زي ما قلنا الانفكشن and surgical site infection they compose up to 20% in some series of all healthcare associated infections والحقيقة هو بي present a very very challenging problem having a significant effect on quality of patient quality of life of the patient usually associated مع considerable morbidity, extended hospital stay, وأي عيان بيجي له بنبقى احنا كدكاترة مشرفين عليه بنعاني معاه مش هو بس لأن احنا عارفين قد إيه إن هو الـ suffering اللي هو بيمر بيه وإحنا نفسنا بنسفر معاه لأنه it's very challenging to manage. فزي ما قلنا أحسن حاجة إن احنا prevent. In addition, إن هو result in considerable financial burden. To healthcare providers worldwide. فما بالك في مصر واحنا الريسورسز عندنا قليله. الحمد لله انه الماجوريتي اوف سيرجيكال سايت انفكشنز ار بريفنتبل عند ربنا بس محتاجين كلنا عشان فعلا نستخدم الادفانتج دي ان احنا نراجع every single word هتتقال النهارده الى جانب ان احنا مش بس نعرفها ونفهمها كويس ونراجعها بعد التوك ده انما ان امبلمنت ان اور براكتس. خدوا بالكم يا جماعه كلنا بنبراكتس في حتت مختلفه ما ينفعش جايد لاينز نطبقها على every single place on earth مش بس في مصر اللي يناسب القصر العيني اللي يناسب مستشفى اكس في القاهره مستشفى زد في حته ثانيه بس الايديال الايديال ان احنا دايما نفكر ونتعلم ايه العالم الاول او الساينتفك ايفيدنس بيقول ايه ونحاول نطبقه عندنا بس واحنا بنطبقه ما ينفعش مثلا نطبق ونسيب الجزء الثاني ما ينفعش ندي مثلا نقول ان بره بيدوا الانتي بايوتكس مثلا يوم
بقيت الايتمز في البريفنشن، وده اللي انا كتبته على الفيسبوك. ما كنت بقول ما حدش يضحك على نفسه، اون ذا اذر هاند ما حدش يضحك على نفسه يقول طب انا هدي اسبوعين ولا ثلاث اسابيع مضاد حيوي وهو اهمل بقيه الايتمز وهو متوقع ان كده ما يحصلش انفكشن. لا خالص، بنقدم الجايد لاينز. فبليز فور ايفري سنجل سيرجن اتندنج ذيس ويبينار لازم يتيك انتو كونسيدريشن ان هو يحاول يمبلمنت these practices into his local facility. It's your decision what to include and what might not be very suitable for you. المتاجين can be taken or should be taken في pre-operative, intra-operative and post-operative. فهي مش هتعملها بس العملية أو جوع على العملية، لا ده كمان بعد العملية زي ما هنشوف. وتاني, let me reiterate that all healthcare professionals must adhere to best practices to prevent and manage surgical site infections. عشان الكلام اللي قلناه كله. Okay. Outcomes. لما جيت أشوف الموضوع ده، الموضوع ده كبير يا جماعة جدا زي ما قلت، ومحتاج كذا lecture أو كذا talk. أنا بنيته على ال international consensus. هنلاقي فيه كذا factors كثير جدا. فتاني, let me reiterate الموضوع مش بس العيان هتظبطه pre-operative view بس، وعندنا الـ OR discipline محترم ومتابعين فيه كل الـ infection control measures. أودي حالي زي ما قلت لمدة أسبوعين وأهمل بقية الـ items؟ لا، لازم كل الـ items دي تتحقق مع بعضها for the best outcome. Including factors, local factors أو general factors أو نقلل including local factors, general factors, risk mitigation, local factors and other factors as well. وطبعا في two items كبار أو الـ antimicrobials, whether systemic or local, ودول هنخليهم المحاضرة الجاية إن شاء الله. In addition, surgical site preparation, إيه الميجرز اللي إحنا بناخدها وإحنا بنعمل surgical site preparation؟ الـ OR, anesthetic factors, personnel, environment, surgical attire, surgical field, كل ده. Irrigation solution, OR surgical leak اللي احنا بنعمله في OR, blood conservation, wound management, post-operative factors, hospital environment. شايفين يا جماعة كل الفاكتورز دي بتأثر على ان احنا نقدر نبريفنت الانفكشن او لا. فالحقيقة it's a discipline مفروض كلنا نعمله من اول ما بنقابل العيان في pre-assessment clinic او في outpatient clinic. من اول ما نسلم على العيان مفروض كلنا نمشي على algorithm of thinking ونعرف كل ال 20 خطوه اللي قلناهم دول نحافظ عليهم عشان ما يحصلش infection. نبدا رايحين باول حاجه isolated factors local factors. نبدا باول سؤال، هل عندنا ده the presence of skin lesion؟ ودي ساعات كلنا بنقابل زي مثلا يبقى فيها boil زي full bites either in the proximity history ان احنا نعالجه قبل ما نعمل الكتيف. كلنا يا جماعه ساعات بناخد هيستوري من العيان ونبص على الاشعه وبننسى نبص على السكين بتاع العيان. ده مهم جدا جدا. لو لقينا اي سكين ليجن dont please don't take it lightly. It's not an emergency, this is elective procedure. ففيل فري انك لازم تعالج السكين ليجن. ليه؟ لان كلاوسيب 2 للاسف كان potentially increase of SSI stands for site infection and PGI periprosthetic joint infection. اوكي؟ فاحنا لازم نعالج السكين ليجن الاول. Surgery must in fact must be delayed until these lesions are treated or resolved. وناخد بالك انه حتى لما نيجي نعمل surgical incisions لو في اي some sort of chronic وتعالجت وخلاص have to avoid دايما incision through eczematous or psoriatic lesions لان دي ساعات بتفضل. ideally لازم نعالجها كويس جدا قبلها، بس in case انه فضل اي skin lesions و surgical incision through it. اوكي؟ هتلاحظوا يا جماعه كل سلايد هيبقى مكتوب تحت level of evidence، هنلاقيه moderate level of evidence والagreement the degree of agreement اللي حصلت في الـ international consensus اللي كنت بحكي لحضراتكم عليه. فالـ agreement level 95%. I'm not going to mention every single question، بس إن شاء الله في الفيديو
او في الكتيب بتاع الكونسنسس ممكن تطلع عليه يشوف بور دنتا هايجين هل يزود الريسك اوف بي جي اي او اس اس اي؟ طيب لو كان كده هل لازم نعمل دنتا كليرنس؟ يعني نقول للعيان لو سمحت اي توتا هيب او توتا ني او اي الكتيف بروسيجر اي دومين على البي جي اي؟ فانا بكلمها كذا مره النهارده، هل لازم نودي العيان لدكتور اسنان روتين يبص عليه؟ According to the recommendation, yes, there is a hematology. هل لو عين جايلنا وعنده dental hygiene, هل ده بي increase risk of subsequent PGI أو SSR؟ ولا كده هل يبقى لازم أبعد كل عيانين يروح الدكتور الأسنان يعمل لهم dental clearance الأول؟ According to the consensus, الحقيقة هو real risk أن يحصل pathogen spread من ال oral pathogens في patients اللي بلس. وعشان كده هم increased risk SSR. لازم ان العيانين نسال عيانين هل عندك مشكله مع اي مشكله في الاسنان ولا لا؟ patients with oral disease or and poor dentition should be quite and optimized prior to elective arthroplasty. طيب السؤال الثاني هل لازم ابعتهم روتينلي يتعمل لهم dental clearance؟ الاجابه لا، انما تقدر تسالهم هل عند حضرتك اي مشكله في الاسنان ولا لا؟ هل في تسوس؟ هل في التهابات؟ اتسيتر. لانه لغايه دلوقتي الايفيدنس بيقول ايه او كونسنسس انه ما فيش بروسبكتيف كنترول ستدي سبورت اوف بري سيرجيكال دنتال كليرنس. بس هنتفق على حاجه يا جماعه، حتى لو ما فيش ايفيدنس وقلنا لا دي كومن سنس، فاحنا كلنا زي ما قلنا احنا الجايد لاينز دي مش قران، دي بتجايد اور براكتس اوف هيست facility ايه اللي يعمله وايه اللي ما يعملوش. فانا ده common sense، انا هسال المريض بتاعي هل عندك مشكله في الاسنان ولا لا؟ ولو انا شاكك ابعته لدكتور اسنان. هاني الصوت ماشي؟ هاني؟ ايه بيه؟ الصوت ماشي ولا؟ هو بيقطع شويه يعني برضه. طيب لو في صوره لو في مهمة جدا جدا يا جماعة، أنا طول عمري كنت برضو مش فاهم قوي من وأنا نايم، هل لازم لكل عيان نعمل له يورينري كاثيتر ولا لا؟ أو هل دي ليها مشاكل ولا لا؟ طب نبدأ الأسئلة اللي كانت مطروحة في الكونسنسس. Does the use of urinary catheter during orthopedic surgery هل ده بيزود الريسك of subsequent SSI أو PGI؟ Obviously أنا ده كان يعني غالبا بالكومن سنس برضو ما احنا دي it's a sort of invasive procedure، فانا لما بركب العيان اسكره it's a sort of invasive tool بستخدمها. بس لقينا recommendation بتقول the direct association between the use of catheter and PGI remains controversial. However, UTI urinary tract infection has been associated مع risk risk factor in PGI in some studies. So recommendation ان انا مش لازم كل عيان اركب له قسطره الا لو دكتور التخدير اصر ان هو يتركب له قسطره. ليه ممكن يصر؟ عشان مثلا خايف ان العيان يدخل في ريتنشن فور سام ريزون، او بس لازم نتكلم معاه. وعشان تبقوا عارفين يا جماعه ان البوست اوبراتيف يورينري ريتنشن في عيانين العظم في الستديز الاورثوبيديك ستديز اقل من 10%، فهم مش كتير قوي. فانت تخيل انك ما تحطش قسطره عشان خاطر تحمي 10%، فانت ممكن تضر 90%. طب نقدر نعمل ايه؟ افرض ان هو عايز عشان يمونيتور اليورين اوت بوت، فاين، ده احنا لازم ساعتها نسمع كلامه، بالذات لو لينفتي سيرجري وهو محتاجها كمونيتورنج للعيان ده، ما نقدرش نارجي اباوت ذات. بس هل لازم كل عيان بنعمل له توتال هيب وتوتال ني فور اكزامبل نحط له قسطره؟ الاجابه لا. تقدر تعمل حاجه من الاثنين، انترميتنت كاتيترايزيشن عشان لو جاله بوست اوبراتيف يورينري ريتنشن، وزي ما قلنا ده الانستنس بتاعه حوالي اقل من 10%، اكشولي ان سام سيريز 6.4 اب تو 9.7. طب لو حصل ركبت له قسطره بليز بليز تراي تو ريموف ات از سون از بوسيبل، ودايما الريكومنديشن اللي هي within 48 hours، فاحنا ما نروحش بيها العيان البيت. لو العيان قاعد معانا حتى اسبوع في المستشفى for any reason unless انه فعلا محتاجها for any other medical condition مفروض نحاول نشيلها. I came across this very interesting study عن السبينال انستيزيا في الجي جي اس امريكان كانت 2013. Should everyone receive a urinary catheter? أعتقد كلنا وبالذات الجونيورز might have asked themselves about that. هل لازم كل عيان
الحقيقه الاجابه زي ما قلت لكم قبل كده البيشنت اندرجوينج فور اكزامبل توتال هيب اندر سباينال انستيزيا ابير ات لو ريسك اقل من 10%. Thus a routine indwelling catheter isn't required. البديل بتاعنا ان احنا نعمله intermittent catheterization لو بقى فيه retention. طيب تاني، هل عيان لازم كل عيان هعمله مثلا مفصل او elective procedure اعمله routine urinary screening قبل ما اعمله elective total joint arthroplasty؟ وهل لو العيان ده طلع عنده بكتيريوريا بس ايه سيمتوماتيك، يعني العيان ما بيشتكيش، ايه اللي انا مفروض اعمله مع العيان ده؟ هل مفروض اعالجه؟ السؤال ده مهم جدا. الحقيقه ان انا اعمل روتين سكريننج لكل العيان اللي بيجي لي، الحقيقه ده مش مفروض، لانه لو كان العيان سيمتوماتيك ده انا مش هيحتاج علاج، لانه no evidence that preoperative treatment of asymptomatic bacteriuria of any benefit. بالمناسبه طيب تاني في الهيستوري، انت دايما تسال المريض هل عندك اي التهابات في قناه مجرى البول او المسالك البولية، هل عندك التهاب في الصدر، واحنا بناخد هيستوري ده مهم جدا جدا. لو العيان ما عندوش urgency، ما عندوش dysuria، ما عندوش frequency، يبقى غالبا دي asymptomatic و according to the guidelines doesn't need routine screening او treatment. How should a patient with symptomatic preoperative UTR? طيب لو العيان قال لي لا انا فعلا عندي symptoms وعندي dysuria وعندي frequency او whatever، هنعمل ايه؟ لازم احوله على دكتور مسالك يعالجه، ولازم نشخص صح، ولازم يتعالج صح، وممكن يحتاج يعمل طبعا culture and sensitivity etc etc. فلازم لو عندنا اي symptomatic UTR antibiotics prior to TGR. ناس ثانيين هيسألوا في البراكتس عادة دي بتاخد وقت قد ايه؟ نمبر 1 تاخد زي ما تاخد، بمعنى ما تستعجلش، ما تنساش ان احنا بنتكلم النهارده على elective procedure، احنا مش بنتكلم على emergency procedure. عادة I came across some studies mentioned ان هي ممكن تاخد من from 5 to 8 days. However انا على طول بكلم دكتور المسالك وبقى in direct contact مع الكونسلتنت او whoever looking after patient، واتكلم معاه واطمن ان هو it was eradicated او treated. ما تنساش ان عنده عايش فترة طويلة بالأرثرايتس مثلا، فمش هيفرق معايا شهر أو أسبوعين أو ثلاثة أو عشرة إن هو يتعالج أحسن ما يجيله infection. Does preoperative UTI symptomatic and asymptomatic increase the risk of TGI؟ في شوية أسئلة كده بتتسأل عشان خاطر نبقى عارفين ونعرف ندسكست مع العيان، وإحنا كمان نقرر على حسب الفاسيليتي بتاعتنا وعلى حسب في الآخر it's your decision. محدش عمره يا جماعة، حتى اللي بيدي محاضرات أو حتى لما بتيجي تقرا article في جورنال معين بياخد الديسيجن اون يور بيهاف. ام سوري تو سي ذات. في الاخر الجراح الاوبريتنج هو اللي لازم اللي بياخد القرار الاخير اللي يناسبه هو والفاسيلتي اللي بيشتغل فيها اند ان هيز اون كاباسيتي. اوكي سيمتوماتيك يو تي اي قلنا لازم ماست بي تريتد ويز ابروبريت انتي بايوتكس بيفور بروسيدنج ويز سيرجري. ان اسيمتوماتيك اتقال انه التريتمنت should be discontinued as it doesn't actually increase the risk of subsequent PGI or SSR. Okay? ننقل على تاني حاجة الـ prevention related للـ host related general factors. هل عندنا what are the modifiable and non-modifiable host factors اللي which contribute to an increased risk of SSI PGI? عندنا modifiable host factors زي الـ body mass index، ده مهم قوي. السموكينج مهم جدا، الالكوهول، in addition to certain comorbidities وهنتكلم عن اهمهم including the diabetes. النون موديفايبل اللي بتزود برضه او shown to increase the risk of SSI including increasing age obviously، كل ما العيان بتاعنا كبر كل ما الريسك بقى اعلى، الميل جندر اند ذا بلاك اثنيسيتي. اوكي طيب هتلاقوا يا جماعه في الكونسنسس بوك هتلاقي فيه تيبل كامله طويله جدا، طبعا مش هنقدر نقول كل الفاكتورز دي، بس ideally in the ideal world اي عيان يجي لك وانت هتعمله مفصل تساله او تشوف كل الايتمز دي وتحاول تصلحها قبل ما تشتغل عليه. دي الموديفايبل زي ما احنا شايفين كثيره جدا، انت مش محتاج تحفظها، انت اعمل شيت عندك في العياده او حطها عندك في الموبايل وعلى طول لما يجي لك العيان تقوم مطلعها. النون موديفايبل زي ما قلنا age more than 75 years moderate association male sex strong association black race strong association total يلاقوها اكتر كسترونج اسوسيشن compared to the total head. وفي شويه factors with limited evidence of association to with SSI or PGI including the
هيسبانيك اثنيسيتي نيتيف امريكان اتسترا. الليستة اللي انتم شايفينها قدامكم دي. فبرضو انا مش بطالب ان احنا نحفظها بس خليها عندك على الموبايل واستخدمها whenever needed مع العينين بتوعك. حبيت اختار لكم كام في مصر او في اغلب البراكتس. نبدا بالسموكينج. Does current tobacco use increase the risk of PGI? اغلبنا مدخنين. انا اسف يا جماعه اللي منكم بيدخنوا. I'm sorry to tell you, لو انت دكتور وبتدخن قدام العيان هتيجي تقول له هيبقى صعب وموقفا جدا انك تقول له بطل تدخين. بس anyway, it's your call. ممكن تقول له انا مش محتاج عمليه, انما لو احتاجت عمليه احتاج اوقف التدخين. بس طبعا مهبتكم تبقى صعب. Yes. Appears to increase risk of SSI PGI in patients undergoing orthopedic procedure. طبعا ليه ليه بقى عايزين نوقفه؟ لازم تقول له ان ده بيعمل causes مشاكل في الجرح. بس انت عشان تبقى عارف الباثولوجي ايه اللي بيعمله بالظبط. It causes vascular constriction. Most of the studies بتنصح ان احنا نوقف لمده شهر. ليه بقى؟ لان النيكوتين بيتقال ان هو بيديلي it delays the primary wound healing. It's identified as a risk factor للSSI or PGI. فانت عشان كده لازم تطلب للعيان اذا فرحنا يا رب انه هو يبطل تدخين for at least 30 days. تاني يا جماعة احنا بنتكلم على الاكتب. ما حدش هيجيله عيان مكسور بنيك فيمر وتقول له بطل 30 يوم وعملك العملية. Obviously it goes without saying. فاحنا بنتكلم على الاكتب. فهي has to stop it او she has to stop it. عشان كل ده ممكن يقلل complications. However, I usually recall that انه هو برضو مش هيبقى normal. بس طبعا هنقول له انك كل ما وقفت التدخين كل ما كان احسن. At least you have to stop it 30 days before elective surgery. في بقى بيتعمل بره شويه حاجات. انك ممكن تعمل العيان سيرم كوتينين ليفلز. It's the metabolite of nicotine في السيرم blood saliva. Half life of 20 hours. عشان لو عايز تكشف العيان predict smoking within the last week. عشان ممكن عيان يقول لك انا بطلت. انت لو عايز تتاكد وهتعمل له حاجه الكتيف سيرجري وانت خايف يحصل له انفكشن ممكن تطلب الكلام ده في العيانين اللي انت skeptical whether they stop or not. Levels less than 10 nanogram per ml. Consistent with not smoking. اوكي عشان نبقى عارفين الثريشولد اللي احنا نقدر نقول فعلا العيان ده بطل تدخين. تاني حاجه الالكوهول ابيوز. الحمد لله ان هو تو ماي نوليدج يعني او ان ماي دومين اوف براكتس قليل جدا. الالكوهول ابيوز بيؤدي الى increased post surgical morbidity and delirium. 25% risk of dislocation after total hip. ويبقى حاجه سخيفه جدا ان انت تعمل total hip ويخلع. فعشان كده abstinence for at least one month preoperatively بيقلل significantly decreases the post-op morbidity. فانت لازم تكونسل عيانك كويس جدا جدا جدا. كمان لازم تاخد بالك اللي عنده alcohol abuse لازم تسكرين وتتأكد كويس انه ما عندوش associated liver disease and also malnutrition. لان ناس كتير بيبقى عندهم ده كمان بسبب alcohol abuse. طب intravenous drug abuse دول للأسف كتروا قوي في مصر زي ما كلنا في البراكتس بتاعتنا بنقابلهم. فمهم جدا 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 انا كنت احط السلايد دي انه patients with history of intravenous drug abuse should be referred to methadone clinic. لازم هم بره بيسموها كده لازم تبعته لل treating physician المتخصص في مشاكل الادمان والدراج ابيوز for at least 2 years. ما حدش يا جماعه يفرح الله ده انا جات لي حاله توتال هيب او توتال نيو وانا بقالي فتره مش شغال برايفت ويعمل الحلقه خالص. You have to be 100% sure ان هو بقاله مبطل بقاله clean at least 2 years. الحقيقه انا بعمل منهم كتير وزمايلنا كتير وانا متاكد ان اغلبكم بيعملوا كتير. هتلاقيهم جايين لكم بانفكشن في الهيب او في النيو او whatever. وبالذات it's very common يجي لهم septic hip من الانجكشنز في الاوكورد بليسز زي ما انتم عارفين بداوا دلوقتي. اوكي طيب خلصنا كده الشوية ريسك فاكتورز. ندخل على ايه؟ على البادي ماس اندكس. نبدا بالاندر ويت اللي هم اقل شويه في مصر. ومع هذا لازم نتيك them very seriously. Do underweight patients اللي هو الديفينيشن بتاعهم ان البادي ماس اندكس اقل من 18.5 كيلوغرام بير سكوير متر have a higher risk of PGI. If yes, هل لو احنا does increasing body mass index in the underweight patient بيقلل الريسك ولا لا؟ يبقى yes. الإجابة للسؤال الأولاني yes. Underweight patients are at a higher risk. عشان كده
لازم نصلح على قد ما نقدر اي مال نيوتريشن عندهم. انما الحقيقه there isn't any there is no current evidence indicating ان انا لما هزود لهم هيبقى في افكت على reducing the risk of SSR. طب امال ليه هنعالج common sense يا جماعه؟ زي ما قلنا عشان خاطر لما انت هت optimize their nutritional status انت كده بتقلل نسبه حدوث ال PGI او ال surgical site infection. تاني يا جماعه هو ده راي الكونسنسس، هاويفر لازم يبقى عندنا برضو كلنا common sense. What about the obesity؟ ودي مشكلة فظيعة في مصر وفي حتت كتير طبعا. لازم عارفين حاجة، أول ما بنشوف زي ما بيقولوا كده، عندما أرى مريض بالسمنة يدخل إلى عيادتي أتحسس مسدسي، مش عشان أعمل فيه حاجة خالص، عشان لو حصل له أقتل بيه أي حاجة، أي حاجة ممكن تجيب له infection. The obese patient is a susceptible host for infection. ليه؟ لأنه عادة بتبقى عملية صعبة، it takes a longer time, greater surgical dissection, fully vascularized subcutaneous tissue, high calorie but poor nutritional diet. يعني هو تخين على الفاضي غالبا اغلبهم، لان هو غالبا بياكل حاجات carbohydrates, fats, etc. etc. وبيبقى النيوتريشنال فاليو بتاعتهم قليله جدا، فبيبقى actually he/she might be very malnourished. Inadequate prophylactic antibiotics، ولازم ناخد بالنا وهنتكلم عنها المرة الجاية، ان احنا ما بناخدش بالنا في الobese patients ان احنا لازم نأجست الدوسز بتاعتنا according to the body weight. يعني ال 70 كيلو ما ينفعش تديله نفس المضاد الحيوي اللي تديله 140 كيلو. This is absolutely not right. وبيتقال ان في pathological relationship with type 2 diabetes، وعشان كده اغلب الobese patients بيبقى عندهم diabetes. تخيلوا يا جماعة ليه عمالين بنحزق وبنقول please take due care in the obese patient، لانه للاسف literature suggests that انه الانفكشن ريسك 4 to 10 folds، بالذات لو كانت البادي ماس اندكس اكثر من 40 كيلوغرام، اللي هي اكشلي اغلب المصريين كده للاسف العينين التخان، بالذات الستات اللي بيقولنا لنا محتاجين توتال هيب او توتال نيم. بري اوبرتيف ويت اند ريكوايرد ان سوبر اوبيس بيشنت. And there is conflicting evidence regarding whether bariatric surgery performed. دي موضة دلوقتي يا جماعة، كتير قوي من العيانين يبدأ الجراحين سواء العظم أو يتلقاهم دكتور البارياتريك سيرجري ويقول لهم نعمل لكم العملية، وإحنا ما بنبقاش عارفين هل ده صح ولا لا، وعشان كده في conflicting evidence. فحبيت أجيب لكم الإيفيدنس من الكونسنسس. What upper body mass index threshold is associated with increased risk؟ هل في cut off معين نقدر نقول ان احنا بنقلل بيه لو وصلت بيه للعيان بتاعي ان انا بقلل بيه الريسك بتاع الاس اس اي؟ طيب الاجابه على السؤال ده على جزئين. Obesity طبعا بتنكريس الريسك اوف اس اس اي اور بي جي اي، والريسك انكريسز جرادولي ثرو اوت ذا فور رينج راذر ذان شوتنج ات ا سيرتن كات اوف بوينت. يعني مفيش كات اوف بوينت معينه نقدر نقول عندها ان هو اكتر، بس عادة الـ substantially increased risk بيبقى نوتس في العينين لأكثر من 40 كيلوغرام، more than 40 كيلوغرام per square meter. وعشان كده أكثر من 40 كيلوغرام per square meter لازم قرار الجراحة، والريسك بتاعت السيرجري must be carefully weighed against its benefits في العينين دول. ولازم تكونسل العيان كويس جدا. زي ما قلنا أي عيان بيجي لك بانفكشن هتبقى مشكلة كبيرة. تاني حاجة، هل تطلب من العيان أو تحاول مع العيان إنه يعمل ويت ريدكشن؟ طبعًا. It will have definitely, it might have actually عشان بس الفريزنج بتاعهم، it may have a benefit in mitigating risk for SSI and PGI. وأنا عادة في كل عيانيني بحاول معاهم إن هم يعملوا ويت ريدكشن، بس للأسف أغلبهم ما بيقدروش أو بيكونوا كبار وما بينفعش معاهم أو بيوعدون إن هم يخسوا وغالبًا مش بيخسوا. طيب. نيجي للسؤال الثاني، does bariatric surgery reduce the risk of SSI in patients with obesity؟ Well, زي ما قلنا the evidence is inconclusive. Again, there are the consensus. However, preoperative bariatric surgery cannot be routinely recommended. يعني ما تتسرعش وتحول العيان تاني يا جماعة، ده رأي معين وأنا هجيب لكم رأي آخر in a minute. وهم كتبوا كده بالظبط الكونسنسس، who feel that subjecting obese patients to bariatric surgery prior to TGA, total joint arthroplasty, for the sake of reducing حاجة ممكن تحصل زي SSI, PGI is not warranted. يعني مش مضمون. اوكي؟ لأن obviously the another major surgery.
حبيت اجيب لكم اشارك معكم راي ثاني from by Dr. Alexander McLuhan من ICJR. According to him, you know, bariatric surgery safe with complication rates, mortality rates similar to total joint arthroplasty, indicated obviously mean مش اي عيان معدي قدامنا 35 ولا 30 نعمله. لا, the indications معينة اكتر من 40 او body mass index اكتر من 35 and obesity related comorbidity such as diabetes or hypertension. ده البروتوكول بتاعهم بره او in his own hands. The procedure is effective in at reducing comorbidity burdens, improving the quality of life. In addition, انك انت بتقلل بيها ال PGI وال SSI. بس تاني يا جماعة, هو مين اللي ياخد لنا القرار ده؟ لازم العيان بالاشتراك مع البارياتريك سيرجن لازم يتعمل له proper counseling. وانت كمان من ناحية تتأكد ان الجراح ده قال له المشاكل بتاعة البارياتريك سيرجن including ايه؟ كم واحد فينا يا جماعة ليه صديقه او حد يعرفه عمل له بارياتريك؟ كم واحد فينا شاف حد جاله كاتابوليك ستيت وبقى مشيت؟ ولازم نعرف ان الامباكت اوف كاتابوليزم اون اوتكمز افتر توتال جوينت ارثروبلاستي از كوايت انون. تخيل ده بقى هتعمل له عمليه بعد ما هو كان عمل البارياتريك سيرجري. It might create a chronic malnourished state, osteopenia, osteoporosis, anemia, etc. وكل الحاجات دي obviously هتاثر على الاوتكمز بتاعتنا كتوتال ارثروبلاستي او كالكتريك. According to Dr. Alexander Biur, that I love this attitude, I use this info and my patient assessment to make individualized decision. تاني يا جماعة, ما ينفعش دايما تقول العيان الفلاني هعمل له كذا, لا, أو كل العيانين هعملهم كذا, لا, انت العيان الفلاني هتريسك ستراتيفاي العيان ده, تتكلم معاه اللي ينفع للعيان ده في مستشفى كذا, في مكان كذا, في ايد جراح كذا, مع جراح تاني كذا, مع تخدير كذا, ممكن مش بالضروره يحصل لعيان تاني في منطقه تانيه مع جراح تاني بحاجه تانيه. ولازم لازم نعمل لكونسل العيان بتاعنا about referring him or her to a weight management clinic for counsel. اوكي, ده مهم جدا. لقيت البروتوكول ده جميل محطوط, حبيت اقول لكم انه اكتر من 50 body mass index انا بنتكلم اللي هو اكتر من more than 50 kilograms per square meter, ده يعتبر ريسكي. ويت مانجمنت 100% فيرست, لازم ستوب, العلامه الحمراء بتاعت تظهر لك وتقول لا ستوب ات هير. من 40 ل 50 نبدا نتكلم وكونسل عيان على الريسكس والبنفيتس وتبعته برضه الويت ادجستمنت. في اكسترا بريكوشنز بنعملها في العمليه لو قررنا نعمل الانتي بايوتيك دوسنج اكوردنج تو ذا ويت زي ما قلنا. اكسترا سكن بريباريشن لازم, ساعات بنحتاج سوبرفيشال درينز لو انت من هواه الدرينز, انك وزي اساتذتنا الافاضل من زمان علمونا ساعات كانوا بيحطوا كذا درين, واحده ديب واحده سوبرفيشال في السوبر اوبيس. بري اناستيتيك كلينيك لازم يتحضر كويس جدا 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 ويشوفوا التخدير قبل العمليه. بري اوبتمايزيشن بليز, لو هتعمل توتال هيب ما تعملش دايركت انتير ابروتش لانه صعب جدا في الناس دول. وكمان تختار الامبلانت تشويس على اساس انك مثلا لو انكلود مثلا لو بتعمله توتال ممكن تزود ستيم في حاله العيان ده. من 30 ل 40 هنا بقى ممكن you could argue ان انت هتكونسل برضه for weight loss and then reach the most appropriate decision مع العيان بتاعك. هنسال سؤال, هو فعلا العيان لما بتقول لهم روحوا خسوا بيخسوا؟ دي حاجه. طب هل فعلا العيان لما بتعمل لهم العمليه وبتقول لهم وهم بيقعدوا ده احنا هنخس بعد العمليه لان انا مش قادر امشي يا دكتور ده انا بعد العمليه هجري واخس, هل هم بيخسوا؟ الحقيقه studies كتير ورت انه unfortunately one of the studies I came across after the total knee actually العيانين ما خسوش ولا حاجه, بالذات العيانات كمان. فانت دايما تعمل risk stratification من اصعب المواقف اللي كلنا بنقابلها وبتبقى يعني مقابله صعبه جدا في العياده انه عيان يجي لك what we call a need for compassionate use arthroplasty, body mass index اكثر من 40, عنده او عندها destructive osteoarthritis of the hip, wheelchair bound, مش قادرين يتحركوا, unable to ambulate. فدي الحقيقه you have to take things on balance وتريسك ستراتيفاي العيان وتوزن كده بقى الريسك بنفيت مع العيان ده, ولازم يبقى هو هيساعدك او هي هتساعدك ولازم تعمله بروبر بري اوبريتيف اوبتمايزيشن. اوكي, الصوت ماشي كويس يا هاني؟ كويس جدا يا فندم, اتفضل. الحمد لله. نبدا بعد كده, انا جبت لكم اكزامبل صعب جدا ده روماتويد. اول ما نشوف الروماتويد برضو يعني لازم تبقى very careful لان ده by default it is associated with increased risk of PGI and complications. لازم نعمل well-timed arthroplasty. ليه يا جماعة؟ لان العيانين دول ما ننساش كلنا روماتويد, طب خلاص بروح للروماتولوجيست بتاعك يظبط الدنيا. انا اسف,
لازم، وانت طبعا ده لازم تعمل كده، بس لازم كمان تبص على الادويه بتاعتك وتعرف ايه اللي هيقف وايه اللي مش هيقف، لان هم بياخدوا بيجوا على حاجه اسمها ديسيفايد انتي روماتيك دراجز، انتي انفلاماتوري دراجز، المعده بتاعتهم فيها مشاكل ساعات الرينال اتسترا اتسترا، in addition to biologic agents. كل الحاجات دي it might compromise the immunity and wound healing. فدي مهمة جدا جدا. ما تنساش لو سمحت تعمل لهم cervical spine x-ray. انا حاولت ازود شوية حاجات عشان اكبر كمان الoptimization في نفس المحاضرة. عشان لو هيتعمل لهم endotracheal intubation يبقى التخدير هيتبسط منك جدا جدا لانه مش هيدخلهم. تاخد general او endotracheal intubation بيكون من غير ما يكون معاه cervical spine x-ray. طب نعمل ايه اول حاجه فيهم؟ لازم نعمل in addition to other variables انك تعمل drug optimization. الجدول الثاني يا جماعه بيزي جدا، انا متضايق منه قوي، هتخاف منه، انما الحقيقه انا حاطه عندي على الموبايل. هنسمبليفاي ده طالع من الاكس in combination مع الامريكان كوليدج اوف روماتولوجي ومنشور سنه 2017، هو تقريبا نفس الجدول او سيميلر ليه في another table هوريها لكم in a minute اللي موجوده في الكتاب بتاع الكونسنسس. طيب بيقسموا الـ disease modifying anti-rheumatic drugs أو DMR into حاجات تقدر تكونتينيو زي أشهرهم إيه؟ الميثوتريكسيت. يعني عياني دي لك يا دكتور على ميثوتريكسيت ده غالبا ممكن يكمل، بس في كل الأحوال هحوله لـ imminent أو حد روماتولوجيست أنا بتعامل معاه وعارفه كويس جدا جدا، يبقى meticulous قوي، review his medication، review his condition whether الحاله اللي بتاعته سيفير ولا مايل اتسترا اتسترا، زي ما هنشوف في الجدول ده هتفرق. انما الميثوتريكسيت السلفاثلازين الهيدروكسيكلوروكين الليفلوناميد او الارافا او الدوكسيسايكلين كل الكلام ده هنلاقي مكتوب في الجدول كونتينيو. هل انت مطلوب من حضرتك تحفظهم؟ ابدا، بس اسهل واحد ممكن تحفظه ميثوتريكسيت يو كود كونتينيو. طيب انما اي بيولوجيك ايجنتس اللي هو اشهرهم ايه؟ البيوميرا والثاني المشهور اكتيميرا والحاجات الثانيه الليسته الثانيه اللي انتم شايفينها دي، ذيس ميديكيشنز it has to be stopped prior to the surgery and schedule the surgery at the end of the dosing cycle. وما بترجعهمش الا بعد مينيمم 14 يوم من بعد العمليه، بعد ما in absence of wound healing problems يعني الجرح يكون خف، مفيش اي surgical site infection او systemic infection. هل احنا مطالبين نحفظهم او نعرف الدوسنج انترفال او سكيدول سيرجري امتى؟ لا، هي مكتوبه عندك في الجدول. ده مهم قوي تخليه، وانا كل النواب اللي بيشتغلوا معايا الحمد لله انا مشيرها على الجروبس بتاعتنا وبيبصوا عليه. طيب لو هو عنده سيفير سيستميك لوبس طبعا هتلاقي في الجدول حاجات ثانيه مش مطالبك انك تحفظها، بس دايما تطلع اسم الميديكيشن وتعرف الحاله وهتلاقيها. هتلاقي تحت فيه how to manage the severe systemic lupus erythematosus او non severe systemic lupus erythematosus. اوكي، نفس الجدول ده جبته لكم برده اللي هو موجود، هتلاقي برده الميثوتريكسيت دوسنج انترفال بتاعته ويكلي كونتينيو ولا ويزدرو، انما هنا كونتينيو. On the other hand لو العين ماشي على حاجه بايولوجيك زي الهيوميرا هتلاقينا هنا ان انت بتسكيدول سيرجري دوسنج انترفال افري 2 ويكس، وده من الحاجات اللي لازم تعملها ستوبج زي ما قلنا. والسكيدول سيرجري تو ذا لاست بايولوجيك دوز ادمنستر هنلاقي ويك 3. ما احنا شايفين تاني بنريتريت ان الميثوتريكسيت اتس سيف تو كونتينيو، هوفر اتس ريزونبل تو هولد في بعض العيانين لو العيان ما عندوش ديبليتيتنج ديزيز باي ذا واي. يعني قصدي افرض انك مقلق قوي يو كود ارجيو، بس لازم برضه يبقى القرار ده بيست على البروبر اسسمنت اوف ذا بيشنت باي ذا روماتولوجيست اند شير ديسيجن. بس الميثوتريكسيت جنرالي كونسيدر سيف تو بي كونتينيو. What about الحاجات البيولوجيك الفلونامايد سلفاسالازين ادسايفرين جنرال هيلث اند انتل نورمال باول رينال فانكشن بوست اوبراتيف، ده مهم قوي. التيومر نيكروسيس فاكتور انهبيتورز زي الانبرال الريميكيد الهيوميرا اتسترا، تاني انت مش محتاج تحفظ هتلاقي الكلام ده في الجدول. الكوشن ادفايس هولد ايجنت فور ات ليست وان دوز سايكل باير تو ذا سيرجري، وما ترجعهمش الا زي ما قلنا اكوردنج للجدول اللي اتكلمنا عليه. طيب حاجه ثانيه، دو اميونو مودولاتوري ديزيز موديفاينج ميديكيشن زي الميثوتريكسيت او الانتي تيومر نيكروسيس فاكتور نيد تو بي وذ هيلب، ده الريكومنديشن بتاعت الجايد لاينز الكونسنسس. ثاني بنعيد، ثاني البيولوجيك لازم توقفهم، الميثوتريكسيت تقدر تكمل. اوكي ده عشان نختصر. طيب ندخل على حاجه ثانيه الستيرويدز او الجلوكوكورتيكويدز. لو العيان بتاعنا did not receive glucocorticoids during development and not receiving them as replacement therapy تقدر تمشي عادي على usual daily dose
بالذات لو كانت اوريا مش محتاج ياخد سوبرا فيسيولوجيك او وات وي كول ذا ستريس دوز، ودي مهمه جدا جدا هنشوف دلوقتي حالا مع بعض الناس. يبقى تاني لو العام بتاعي ما did not receive during development not neither receiving it as a replacement therapy اقدر اكمل عليه. بالذات انا ببقى مبسوط لو الجرعه بتاعت الكورتيزون بتبقى او الستيرويدز يعني انا اسف 2.55 ماكسيمم 10 ماكسيمم او 7.5 هبقى مبسوط اكتر، كل ما الجرعه عالت كل ما كان احسن. وطبعا برضو بنتكلم مع الروماتولوجيست ونشوف يقدر يوقف او يعمل، هو اللي لازم يمانج القصه. لقيت انا برضو الجوريزم انا مخليه معايا على الموبايل مش لازم احفظه، لو اقل من 7.5 زي ما قلنا per day or any dose for less than 3 weeks only use typical daily dose pre-operative. لو من 7.5 ل 20 نبدا نتكلم ساعتها انت ممكن تحتاج stress dose. لو من اكثر من 20 for more than 3 per day for more than 3 weeks خد بالك اللي عنده ممكن يحصل له secondary adrenal insufficiency is likely، عشان كده لازم to be treated with stress dose. هل انا كاورثوبيديك سيرجن المفروض اقول خالص ككل المطلوب من حضرتك انك انت تعمل proper assessment للعيان، تبعت لحد روماتولوجيست يظبط، كمان لازم تكلم التخدير وتعرفه الكلام ده كله. انما اللي يخصنا ان احنا لازم نبقى عارفين ان في possible link ما بين الستيرويد يوز والاس اس ار. At the same time خليك انت دايما يعني اللي leading السايكل كلها بتاعه المالتي ديسيبلينري تيم، لازم من ناحيتك تتكلم مع روماتولوجيست ومن ناحيه ثانيه تتكلم مع الانيثست. ده صداع كتير قوي يا دكتور محمود انا مش فاضي انا عايز اعمل عمليه، ما ينفعش يا جماعه العيالين دول لازم تدي لهم proper care عشان تافويد الكومبليكيشنز معاهم. اوكي الهيباتيك كونديشنز صعبه جدا صعبه جدا وتشالنجينج جدا. اي حد هيجيله بالذات دول بنقابلهم ايه غالبا ما بنعمل لهمش انكتيف، يعني انليس ان الراجل تاني زي ما قلت يعني سفرنج جامد جدا، انما عاده بنحتاجهم في الهيب فراكشرز بالذات. توتال هيب ارثروبلاستي فور هيب فراكشر اند تشايلد كلاس، عارفين انه السيروزس في تشايلد كلاسيفيكيشن اند تشايلد كلاسيفيكيشن جريد اي اور بي بيشنتس، لو ان هي بتريزلت ان هاي ريتس اوف كومبليكيشنز اند. بس للاسف هينفع نسيب العيان ده من غير ما نعمل له عمليه؟ اوبسلي لا، لان هو الهيب فراكشرز لازم نعمل لهم عمليه، ومع هذا لازم نكونسل العيان واهله عن الريسكس والكومبليكيشن. التوتال هيب ارثروبلاستي از نوت ادفايس فور بيشنت ويز سيروزس، بالذات لو عندهم هيباتيك دي كومبنسيشن او فاريسيال بليدنج او السيروزس بتاعهم سمبلي طلع تشالسي، ساعتها اهرب يا ولد ملهاش حل. طبعا انا بهزر بس لازم تدسكس مع الفاميلي تدسكس مع الهيباتولوجيست وتاخدوا بروبر ديسيجن. بس عاده السيروزس سي ده غالبا زي ما انتم شايفين غالبا ما بينفعش تعمل لهم او توتال هيب ارثروبلاستي از نوت ادفايسبل فور ذم. هنشوف الكونسنسس قايلين ايه. داز ليفر ديزيز يبقى تايب سي سيروزس اتسترا بريديسبوز تو اس اس اي؟ اف سو وات اوبتمايزيشن شود بي اندرتيكن؟ ويل يس ديفينتلي هم بي بريديسبوز لل بي جي اي الى جانب الاذر كوموربيديتيز والديث ريسك او المورتاليتي ريسك. In addition, لازم تعرف ان العين دول at an increased risk of intraoperative and postoperative bleeding. اوكي؟ ده مهم جدا جدا تبقى عارف وتحضر نفسك وتبقى عامل كل precautions وانت لو قررت تعمل عين. All efforts should be made to ensure such complications are minimized. طبعا it's very challenging. عيان بياخد opioid بيعمل opioid consumption. هل ده at increased risk of SSI؟ ايوه at increased risk of developing SSR. فده مهم جدا whether بياخده كنوع من analgesic way او انه يكون بيستخدمه لاي غرض اخر زي ما بنشوف ساعات في مصر طبعا وحضراتكم ادرى مني انا اظن. طيب الحاجات الكيوت شويه. Does the presence of anxiety and depression and mood disorders increase the risk؟ تخيلوا يا جماعه ساعات بيجي لنا عيان بتحس ان هو او عيانه anxious او depressed، لازم تبدا تفكر العيان ده ممكن يحصل له for some reason. طيب ايه ال consideration اللي انا هعملها من ناحيتي او to be implemented to reduce the risk of SSI في العيان ده؟ الحقيقه there is emerging evidence to suggest that affective disorders the depression and anxiety اللي هي دلوقتي ناس كتير من الشعب المصري عندهم ربنا يشفينا جميعا الحقيقه including myself. And it's not clear whether modulating or treating these disorders prior to surgery results in reduction of the risk of PGR. يبقى تاني انا obviously انا بتكلم على pathologic states of depression or anxiety. اول ما العينك اللي عنده للاسف هيبقى عنده ريسك زياده ان هو يجي له SSI او PGR. طب ما هو انا برضو مش كلير ان انا
لو عالجته هيصح، بس لازم اتس كومن سنس، لازم اعالجه قبلها، قبل ما اتسرع واعمل له توتال هيب. ده اذا كان اصلا انا هقرر فيه اعمل له توتال هيب. دايما يا جماعه الفرق بين القرار الاصعب مش امتى تعمل الجراحه، لا امتى ما تعملش الجراحه. وكلنا عارفين الكوتيشن ده او الكوت دي اللي مذكوره وكلنا بنشوف ذا وايز سيرجن is the one مش اللي بيقرر امتى يعمل سيرجري، لا the one who decide when not to operate. فدي مهمه جدا جدا جدا. طيب فيتامين دي سيكونت اس اس اي ان بيشنتس undergoing orthopedic procedure basically according to the consensus unknown, however it might increase the risk of SSI. ليه بقى؟ لانه الميكانيزم انه بيأثر، لان دلوقتي فيتامين دي بقى بالنسبه لنا كلنا كل العيانين جايين يسالوا عليه وبندي لهم كلهم وبيعملوا تحاليل وحاجات. بس هو لقى according to the consensus لقوا ان هو by diminishing vitamin D mediated innate and adaptive immune response ممكن يؤدي الى increasing SSI. طيب حاجه مهمه ان احنا نoptimize قبل العمليه. Is preoperative anemia is a risk factor for SSI obviously. طبعا انا قبل العيان ما ادخله مستشفى يا جماعه في حاجه اسمها pre assessment clinic، تطلب من العيان يعمل لك كل التحاليل including obviously السي بي سي based on available evidence. Anemia as defined by hemoglobin level تخيلوا ايه، اقل من 13 في الرجاله و12 في الستات، يعني مش 10 و9. انا عمري ما هاوبريت على حد اقل من 10، no way on earth electively actually even trauma on this emergency. يعني هحاول اوبتمايز البيشنت كونديشن از ماتش از اي كود. ولقوا انه الانيميا دي از ان اندبندنت ريسك فاكتور فور بوست اوب اس اس اي بي جي اي فور توتال جوينت ارثروبلاست. طيب ايه اللي نقدر نعمله؟ في اوبريتيف اوبتمايزيشن فور انيميا كان بي دان تو انكريز ذا هيموجلوبين كونسنتريشن. لقينا ان ممكن، لقوا ان ممكن ادمنستريشن اوف ايرن او اريثروبويتين انكريزز ذا بري اوبريتيف هيموجلوبين كونسنتريشن. ولما انت بتعمل كده قبل العمليه لان عندك وقت لان ده الكتيف، تقدر تستغنى او تقلل النيد فور بوست اوب الوجينيك بلاد ترانسفيوجن، لان زي ما هنشوف ده في حد ذاته بيزود الانفكشن. طيب بس لازم however iron might be only effective لو العيان عنده pre-existing iron deficiency، يعني مش هينفع لكل انواع الانيميا. In addition لازم تاخد بالك ان هو دي many side effects. طيب الكونكلوجن من السلايد ايه؟ ان انا كمحمود عبد الكريم هبعت العيان ده الهيماتولوجيست، he has to be optimized and treated properly عشان اوبتمايز his hemoglobin concentration. Let it be by يديله iron، يديله erythropoietin، whatever الطريق. بالنسبه للإريثروبويتين according to the consensus given the high cost of erythropoietin its preoperative administration to avoid transfusion alone has not been found to be cost effective. Further research is required to assess risks and benefits of preoperative allogenic blood transfusion. However انا تاني لان انا مش hematologist هبعت المريض بتاعي للهيماتولوجيست واشوف هيديله اير، هيديله اريثروبويتين، ويقدر يتحمل الكوست دي ولا لا، ونشوف. لان انا لو قدرت اقلل اي بيري اوبرتيف الوجينيك بلاد ترانسفيوجن اوبسلي هقلل بكده الريسك بتاع الاس اس اي والبي جي ار. سؤال تاني، does an effort to increase بي اب هيموجلوبين كونسنتريشن influence الريت بتاع البوست اب اس اس اي despite the absence of evidence؟ ما لقوش ايفيدنس بعد كل ده، ده اتس ا كونسنسس والاجريمنت كان 90%. انما الحقيقه they recommend and I do recommend with a common sense in all efforts must be made to address and optimize anemia preoperatively or perioperatively. دي مهمه جدا جدا جدا. ندخل على الايتم الجاي prevention host risk mitigation local factors. لو العيان بتاعنا بس a prior surgical procedure with or without retained hardware في نفس المفصل اللي احنا بنعمله، لو بنتكلم على المفاصل increase the risk of subsequent SSI. الحقيقه لو كانت دي open procedure with or without use of hardware obviously it would increase according to the recommendation and it increases the risk of, for subsequent SSI. Procedure, major procedure within 6 months, please try to delay your elective arthroplasty طالما انها elective. اوكي يبقى عندنا لو معمول له ميجر بروسيجر سواء فيها هاردوير اور نوت وذن 6 مانث، لان لقوا ان الاوبن سيرجيكال بروسيجر بذات ميجر سيرجيكال بروسيجر ات مايت انكريز ذا ريسك فور سبسيكوينت اس اس اي او بي جي اي. اوكي دايابيتس، كم واحد هنا ما شافش ما بيلاقيش كل يوم في عيادته نص عيانين وعندهم دايابيتس او نسبه كبيره من عيانين عندهم دايابيتس، لان هم بالذات التوتال نيز بيبقوا تخان
وباي ديفولت دول بيبقى عندهم diabetes as well في نسبة كبيرة منهم. Please do not ignore diabetes. This is very important. هنتكلم على ايه الموست اكيوريت ماركر لان ده مختلف عليه وهحاول اديلكم ماركر قد يبدو للبعض بذات الجونيورز يمكن ما سمعوش عنه قبل كده. الراندوم بلاد شوجر، الجلايكوزيليتد هيموجلوبين، الثريشولد اللي هنتكلم عليه. في الاول كده لازم نعرف انه العيانين اللي عندهم diabetes بيكسبيرينس ديليد wound healing. والpatient with poor glycemic control also had increased odds ratio for stroke, UTI, infection, death. عندهم استعداد ان هم يجي لهم other comorbidities للاسف. Regarding the infection, risk of infection 2.8 increased risk of infection after total joint arthroplasty. بس having said all that, لما بيقولوا مع هذا هل ينفع نقول للعيان انت ما ينفعش تعمل لك عمليه عشان انت عندك history of diabetes او diabetic؟ لا طبعا. Elective total joint arthroplasty should not be avoided because of history of diabetes. But please do not ignore diabetes. طب نعمل ايه؟ العيانين دول لو جالك العيان وعنده fully controlled blood glucose لازم تأجله. لغايه ايه بقى؟ وهنتكلم بعد كده consensus. انا بجيب من articles او different pieces of literature وبعدين هندخل على consensus. الجلايكوزيليتد هيموجلوبين عاده الساتسفاكتوري بتاعه يكون اقل من 7 وهنتكلم على الليفل الثاني according to the consensus. Blood glucose level يكون اقل من 140 before meals والراندوم اقل من 180 اوكي اللي هو احنا في مستشفياتنا ساعات بيقولوا لغايه 200 بس الحقيقه ايديالي قبل الميلز يكون 140 والراندوم اقل من 180. Surgery to be early in the day يعني على طول بلان العمليات بتاعتك لو سمحت حط diabetic patients اول حاله او early in the day ولازم تعمله frequent blood sugar check post operatively عشان تحافظ على الليفل بتاعه. أول سؤال: Does routine screening of diabetes and glycemic control reduce the risk? طبعاً طبعاً لازم كل عيان يجي نبقى عارفين ده أنت ده basic lab لازم تطلبه عشان تعرف العيان ده ال blood glucose level عشان خاطر تعرف العيان ده عنده diabetes ولا لا. فأنت the routine screening for diabetes and glycemic control has the potential to reduce the incidence of SSR. أوكي؟ تاني حاجة اتكلمنا على الجلايكيتد وقلنا ان هو في الليترشر ذكروا ان الثريشولد بتاعتنا اقل من 7 according to the consensus الحقيقه دي upper most او upper threshold for glycosylated hemoglobin that may be predictive of subsequent SSI within range of 7.5 to 8. انا ideally احب ان العين بتاعي يبقى 7 زي ما قلت قبل كده بس هم حاطين ده الابر ثريشولد اللي هي تبقى predictive ان العين ممكن يجي له PGR. وقالوا ان الماجنتيود اوف decrease is more relevant than just crossing some arbitrary line. فانت تشوف الترند بتاع اللاب بتاع العيان شكله عامل ازاي. هل ده الموست اكيوريت؟ في سؤال تاني لقيته: What is the most accurate marker for assessing glycemic control؟ هل ده احسن glycosylated hemoglobin لاي عيان؟ فبنقول للعيان ايه؟ ان ده بيرفلكت الكنترول او البلاد جلوكوز ليفل within the previous 3 to 4 months. انما في واحد تاني انا بدات استخدمه الحقيقه بقى لي سنتين او ثلاثه من ساعه ما سمعت عنه. الفاكتوزامين. الفاكتوزامين has been found in the pre-operative period وكمان حاجة تانية اسمها glucose variability in the immediate post-operative period might provide greater prediction لل SSI أو ال PGR. إيه ال immense advantage بتاعة الفاكتوزامين أو serum فاكتوزامين؟ إنه هو بي reflect a level of glycated serum proteins وعشان كده بي reflect ال average glucose levels over 14 to 21 days. ودي استخدمته هتلاقي عيان يجوا لك فانت هيبقوا ديسابوينتد جدا لان الجلايكوزيتد بيرفلكت الثلاث اربع اشهر انما ده انت عايز حاجه ترفلكت الباست 2 ويكس عشان تقدر تعرف انت هتبروسيد ولا لا. So it may detect short term hyperglycemic events ويحذرك والليفل اللي هم كاتبينه او ثريشولد اكتر مور ذان 292 ملي مولز بير لتر بيتر اسوشيتد ويز surgical site infection than glycosylated hemoglobin تخيلوا of 7%. عشان كده بنقول الفراكتوزامين has the immense advantage ان هو better marker او more accurate marker عن glycosylated hemoglobin. I hope ان في بعضكم ما يكونش سمعوا عنه واستفادوا ان هم عرفوا الماركر ده النهارده. وزي ما قلنا الادفانتج بتاعته ان هو it may reflect the treatment effect within a week or two as opposed to glycosylated hemoglobin اللي بيشتغل اللي بيبقى could take up to 120 days لان ايه الفرق؟ لان هنا احنا بنتكلم على اللايف سبان بتاعه الار بي سيز. اوكي؟ طيب الايتم الجاي prevention risk mitigation local factors. لو العيان عنده ام ار اس اي
هل is preoperative MRSA decolonization effective at reducing the SSI؟ يعني let's consider العيان بتاعك عنده MRSA، هل انت تعمل له decolonization؟ هل ال preoperative decolonization effective at reducing ولا لا؟ وهل هو cost effective ولا لا؟ يعني هل هيقلل ال incidence بتاع ال SSI ولا لا؟ وهل هو cost effective ولا لا؟ الحقيقة recommendation بتاعتهم no definitive recommendation can be made regarding the routine implementation of preoperative screening، وانك تعمل decolonization لكل العينين. انا اسف انا ما كانش قصدي العين عندي، انك تعمل screening او decolonization protocols لقوا انه no definitive recommendation. Well, no definitive recommendation can be made about selective or universal treatment. Okay? انما الحقيقة common sense لو انا اقدر اعمله الحقيقة انا هعمله، عشان ابقى حريص جدا 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 ان اقلل الريسك بتاع السيرجيكال سايت انفكشن. مستشفيات كثيره جدا وورلد وايد used to do that. لازم العيان الكتيف لازم بيتعمل له سكريننج للام ار اس اي طالما ان انه الحاله بتاعتهم تسمح يعملوا الكلام ده. عاده بنعالجهم ممكن ياخدوا ميوبيرسين، انما alternative to ميوبيرسين such as povidone IV nasal ointment might obviate the concern of antibiotic resistance. هو ليه يا جماعه الناس بيخافوا يدوا بروفيلاكتيكلي ان هم يديكولونايز العيانين بالميوبيرسين اوينت اللي بيتحط في الـ في الـ في النوز، عشان خايفين ده نوع من الانتيبيوتيك فيعملوا ريزيستنس. فعشان كده اكوردنج تو دي كونسنسس ولو انه ممكن مايت اوبييت ذا كونسيرن فور انتيبيوتيك ريزيستنس. اوكي وات ميثودز بقى اكوردنج تو ذا كونسنسس اللي نقدر نعملها للديكولونايزيشن، and what are the benefits and risks associated with use of each. تاني اهم واحد كلنا عايزين نبقى عارفينه ان هو 2% per person on، وعاده ده بي applied للنوز daily for 5 days preoperatively. Alternatively 5% لو انت خايف من resistance، 5% povidone iodine solution، alcohol based products، chlorhexidine dean based products. انا اعتقد يا جماعه ان الكلام ده لازم يتعمل هاند ان هاند مع الانفكشن كنترول يونت اللي عندك في المستشفى. اخ طب انا ما عنديش او ما اعرفش، لازم كلنا نسال في مستشفياتنا هل في انفكشن كنترول ولا لا. ولو سمحت يا رب يا رب اللي بيشتغل عمليات كبيره وبالذات توتال جوينت ارثروبلاستي او الكتيف او ان ذا ايديال وورلد لازم يكون عندنا انفكشن كنترول ولو يونت صغيره او حتى واحد بس، عشان او يعني قصدي اقل القليل هيبقى مهم جدا 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 فور ذا بيست اوت. طبعا بنكمل تاني الميثودز اللي اتكلمنا، each method has its own advantages and disadvantages. انما however no consensus has been reached on the preferred method with all products having a potential role في ال decolonization بتاع ال MRSA. اوكي يا جماعه النهارده انتوا حاسين الموضوع بطنه شويه بس مهم جدا جدا. كلنا بنعرف نحط مسامير، كلنا بنعرف نسقط مفصل، ولو ان ده اتكلمنا عليه قبل كده مش المفروض نقول نسقط مفصل ونعمل المفصل كويس جدا، بس بجد مش كلنا عارفين الكلام ده وساعات بنزهق. فاحنا انا شخصيا ابقى سعيد ان حد يجي يلخص لي الكلام ده ويقوله لي. طيب after a patient undergoes MRSA decolonization is there a need to rescreen؟ انت عمال بتعيد وتزيد ال MRSA. MRSA اذا حصلت لاي حد يا جماعه it's a catastrophic infection وبيبقى مشكله كبيره جدا و challenging to sort it out. عشان كده prevention is better than control. بيتقال ان هما we recognize that a subset of MRSA carriers remains colonized despite preoperative colonization. بس currently ما فيش evidence انه لو انت عملت له re-screening ده هي change in preoperative. However, I came across some papers بيقولوا انك لازم تعملوا screening تاني لان ممكن يحتاجوا another decolonization. بس according to the consensus again زي ما انتم شايفين يا جماعه زي ما قلنا it's guiding it's to guide our practice. بس في الاخر حضرتك اللي هتاخد القرار، مش انا ولا محمد هاني ولا رئيس اسم في مستشفى تانية ولا أكبر واحد في أمريكا. كل واحد فينا لازم risk stratify his patient، يشوف أنسب حاجة تتعمله إيه in his own capacity in his own facility in his own according to his own resources. Okay. الفاكتور الجاي أو الايتم الجاي prevention risk mitigation general factors. هل لو حد جاي في جاينت SSI or PGI, I mean, in a joint, increase the risk of subsequent infection in another joint. ولو كده هل ينفع
هل ينفع اعمل يبقى عيان عنده اكتف او تريتد بي جي اي في مفصل ثاني واقوم قايل لها طب يلا يا حاجه ندخل نعمل المفصل الثاني؟ اوبسلي ده كومن سنس. الاجابه يس، هيزود الريسك، وعشان كده الكتف ارتروبلاستي اوف ذا اذر جوينت شود بي ويذ هيلد ان بيشنت ويز اكتف انفيكشن. ومع هذا انا بعيد وازيد عشان لو في حد عنده شك او ممكن يتسرع او ممكن يبقى زي ما بيقولوا متفائل، تفائل ان شاء الله مش يجري تاني، يعني لا احنا لازم ناخذ بالاسباب. التفاؤل جميل بس لازم ناخذ بالاسباب لو سمحت. For patients awaiting، دي حته مهمه جدا بتقابلنا كلنا، بدا رينال بيشنتس يزيدوا في مصر. هل عيان محتاج يتغير له مفصل ورينال بيشنت اون هيمو دياليسيس اور اون دياليسيس وهو مستني يعمل رينال ترانسبلانت، هل اتسرع واعمله هو اون هيمو دياليسيس؟ لان كلنا بنتسال السؤال ده ساعات، ولا استنى انه يعمل رينال ترانسبلانت؟ الحقيقه according to the literature according to the consensus الافضل ان احنا we recommend performing arthroplasty after solid organ transplant. لان لما بتلاقي كل الستديز او اغلب الستديز recent studies لما بيقارنوا العيانين الاوتكمز في العيانين اللي بيتعمل لهم توتال هيب وهم اون هيمو دياليسيس فور اكزامبل اون دياليسيس او بعد الكيدني ترانسبلانت بيلاقوا ان هم less infections reported فيهم، فالاوتكمز بتبقى افضل ان احنا نعمله افتر سوليد اورجان ترانسبلانت. فما تتسرعش وتعمله للعيان لو سمحت. تاني احنا بنتكلم على الكتيف بروسيجر مش تروما. الايتم الجاي او التوبيك الجاي سيرجيكال سايت بريباريشن، ده مهم جدا جدا جدا. نستنى بقى وناخد نفسنا، احنا كلنا لما بنيجي نقول ان احنا عايزين نعقم مكان الجرح او نشوف هنعمل ايه في السيرجيكال سايت بريباريشن بيختلف فيها الفقهاء كلهم في مستشفيات مختلفه وعلى مستوى العالم. نبدا كده بالكونسنسس بتقول ايه؟ اول سؤال، هل داس بري اوبراتيف سكان كلينسنج ات هوم براير تو اورثوبيديك سيرجري؟ لان في مستشفيات بره بتعمل كده، بتقول للعيان لو سمحت اعمل بري اوبراتيف سكان كلينسنج ات هوم. الحقيقه لقوا دي رول، يس بري اوبراتيف سكان كلينسنج ات هوم براير تو اورثوبيديك سيرجري داز هاف ا رول ان ذا ريدكشن اوف سبسيكوينت اس اس اي او بي جي اي سبيسيفيكلي كلوركسيدين جلوكونيت. للاسف ده مش متوفر في كل حته في مصر، فلو قدرنا نخلي العيان يستحمى بيه قبل ما يجي ويعمل سكين كلينسنج دي قبل ما يجي تبقى حاجه كويسه اكوردنج تو الكونسنسس. اوكي طيب، دخلت العيان العمليات، احنا ماشيين اهو، خلصنا البري اوبراتيف، بدانا اهو في السيرجيكال سايت بريبريشن اللي هو انتر اوبراتيف. شوت سكين اند هير اراوند ا بلان سيرجيكال انسيجن تو بي ريموفد. لان كتير قوي من الجونيورز بيسالوني هو احنا لازم نشيل الشعر؟ ولو هنشيله نشيله امتى؟ فاكرين يا جماعه زمان كان بيتشال في الاسم او قبلها بيوم، الحقيقه الكلام ده تغير تماما. الهير ات السيرجيكال انسيجن سايت مفيش مشكله انك according to the consensus، ولو ان الكلام ده controversial في بعض الارتكلز الحديثه اي حاجات ثانيه، بس according to the consensus it should be removed immediately prior to surgery في اوضه العمليات يا في الانستيك روم لو انت عندك اوضه جنب اوضه العمليات. ولو سمحت اوعى تستخدم المشرط زي ما كتير قوي بنلاقي العمال احبابنا والتكنيشنز في العمليات تدخل تلاقي ماسك مشرط او موس او حاجه يعني ريزون وعمال بيحلق العيان وعمال بيشرطه والدم عمال بيشلب مش بيخرج ده بيشلب من العيان كده خلاص خلصت هو كده هيجيب له انفكشن. اكشلي ساعتها دونت ريموف ذا هير بيتر، انما لازم يكون عندك في العمليات بتاعتك الكتريك كليبرز او كليبرز اللي هي بتبقى بالباتريز اللي انا حطيت لكم الشكل بتاعها. معلش هو البرزنتيشن ما فيهوش صور قوي لان زي ما انتم عارفين كله كلام نظري شويه، بس بحاول اجيب الحاجات اللي ممكن تكون محتاج لصوره ليها. وده موجود في مستشفيات كثيره في مصر دلوقتي وهتلاقيه مش غالي قوي، فحاول تخلي واحد عندك في الفاسيلتي بتاعتك لو قدرت. If hair around the site of surgical incision does not لانه ساعتها في potential risk من انه يحصل skin wound contamination. وبليز لو مش لو ما عندكش الكليبر ده لو سمحت ما تستخدمش الريزرز فور هير ريموفال لان ده it might increase the risk of surgical site infection. اوكي ده مهمه جدا جدا. السؤال الثاني، does additional skin cleansing after placement of surgical grids؟ يعني انت خلاص عقمنا المريض وفرشناه، عارفين يا جماعه قبل ما نحط الاوكسايد من ساعات بيكون ايدك وانت بتفرش لم حاجه، من ساعات بيكون في بارتكلز في الجو نزلت على الجرح على مكان الانسجن، من ساعات وانت بتحط الدريبس بيكون في حاجات عدت او لمست غلط وانت السناده لسه ما ضغطتش كويس، يعني في فاكتورز كتير ممكن تحصل. فعشان كده بعض الناس ريكومندد انك تعمل تاني ريبيت سكين كلينسنج بالكحول او باي حاجه الكحول بيزد اي مين، بس تاخد بالك انك تنشفه كويس قوي 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 لان ممكن العين يتحرق اول ما تيجي تشغل الدقيقتين دي، مهمه جدا 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 وحصلت قدامي.
فتبقى لو ناوي تستخدم حاجه الكول بيست او لو تستخدم بيتاداين يبقى قبل ما تحط بتنشف برضو، او لو تستخدم حاجه الكول بيست لازم تتاكد انها نشفت تمام عشان لما تيجي تستخدم الدايفيرمي ما يحصلش حريقه لا قدر الله. لان في ناس بتستعجل تقوم دلق الكحول ومحاطين الاوكسايد او زاوت اوكسايد ويبدا يستخدم الدايفيرمي العيان هيولع لا قدر الله. ف repeat skin cleansing following placement of surgical drape might reduce bacterial colonization. ففي الفري انك تعمل كده. طيب قبل ده احنا هنعقم بايه؟ What pre-surgical skin preparation is most effective in reducing risk of infection. There appear to be different no differences according to the consensus or according to quite a few papers in the literature. انك عايز تستخدم chlorhexidine gluconate لو متوفر ده بيبقى كويس جدا. او بوفيدون ايودين as long as ان انت تتاكد ان هو فيه ايزوبروبايل الكول. اوكي يعني دايما تاني يبقى فيها حاجه الكول بيست سواء كلوركسيدين جلوكونيد او بوفيدون ايودين. اتاكد لو سمحت روح بكره بص في البيتر بتاعك على البيتاداين اللي موجود هل فيه ايزوبروبايل الكول ولا اطلبه لو سمحت ان هو The surgical preparation of the skin on the whole limb instead of partial limb. يعني مثلا هتعمل هيب هل انت محتاج تعقم الفوت ولا لا؟ دي اختلف فيها الفقهاء وديفرنت براكتسز. وانا شخصيا كل ما بقرا حاجه ببدا اعدل في البراكتس بتاعتي، يا جماعه ما حدش كبير على العلم وانا كنت بعمل براكتسز ممكن تكون غلط وما زلت وما فيش حد كبير على تعليمه ان هو يغير رايه لان ده احنا العلم كله ان كونتينيوس ايفولوشن فالحاجات اللي بنقولها النهارده ممكن جدا تتغير بكره. ودي ميزه ان احنا كلنا لازم نفضل نتعلم ونواكب ونبقى اب تو ديت في كل الانفو اللي احنا بناخدها. Surgical skin preparation of the whole limb might potentially reduce the risk of SSR. بس ساعات بتبقى كمبرسام ان انت لازم العيان يرفع لك يبقى ماسك القدم اللي هو التكنيشن او العامل. تقدر ببساطه بعد ما تعقم فوق وهو ماسك لك الرجل، حد يمسك لك من فوق بحاجه معقمه وتبدا تبينت الفوت او تعقمها. دي مهمه جدا. انا في التوتال ني لا استغناء ان انا لازم كلنا نعقم الفوت بعد اذنكم، وفي التوتال هيب الحقيقه بعد الكونسنسس دي لازم برضو كلنا نحاول نعمل كده. Despite limited evidence ان احنا محتاجين نعمل كده، انما الحقيقه لا ده وارد جدا يحصل contamination لو سيبنا الفوت، لانك ممكن وانت بتحط عليها الاستاكنت او الرجل بتاعت الشركه انه يحصل contamination يحصل proximal migration وممكن وانت بتحط استاكنت انا دايما او الرجل وساعات بتبقى ضعيفه بحط عليها يا فرش من الاول قبل الرجل احط الفرش واحط كمان اثنين كريب باندج عشان اعزل الحته دي تمام بس ايديالي دي ايديال وورد عقمها هي كمان. اوكي طيب هل نبدا نعقم؟ معلش يا جماعه لو في بعض الايتمز للجونيورز اللي لسه مبتدئين بس صدقوني يا جماعه كلنا بنراجع مع بعض. هل ابدا اعقم ده من البروكسيمال بورشن ولا ابدا تحت؟ يعني ابدا من فوق ولا ابدا من تحت؟ هاني الصوت كويس؟ هو شغال يا بيه شغال. طيب اوكي طيب تاني عيد الجمله دي. The surgical skin preparation starting from the surgical side proximal portion ولا distal portion ولا نبدا منين؟ ده جونيورز بالذات دايما يا جماعه بنبدا السكن بريباريشن من السايت اللي احنا هنفتح فيه. يعني ليت بي الهيب اللي انا بشتغل عليه يبدا هبدا هعقم حوالين الهيب. طب افرض في ساينس لا قدر الله اوعى تيجي جنب الساينس ده الا في الاخر. كويس؟ تمام؟ دي حاجه. طيب والبرينيم ابدا بالبرينيم نخلص بقى منه ونبعد عنه؟ لا بليز دايما ابعد عن اي حته كونتامينيتد او اي حته ديرتي خليها في الاخر خالص. واوعى لو حصل وغلطنا او المساعد بتاعك من غير ما ياخد باله عقم البرينيم ارجع ارمي مش الشاشه بس ارمي الاله دي كلها وهات اله جديده. لو عندك حته ثانيه في حته نظيفه في الليل ما تعقمتش وعقمها دي. مهم جدا يا جماعه وكلنا بنلاقي واحد فينا بيقوم جايب الاله بعد ما يخلص يقوم حاططها شابكها في الفرش او في الدريبس اللي مغطيه الترابيزه بتاعت الحكيم صح؟ كلنا بنشوف لا بليز يا جماعه بليز دي تترمي بره. بيبقوا حاطين لك اي باسكت او اي حاجه وحد بياخدها منك يكون برضه لابس بانتيات وياخدها منك لانك انت مش عايز تيجي جنب الحته دي. الاله دي بقت بوتنشالي كونتامينيتد اكشلي اتس كونتامينيتد مش بوتنشالي حتى فانت لازم تبعدها وترميها بعيدا تاني عشان ما تقربهاش من اي حاجه من الالات. معلش يا جماعه اتس سو جونيور او معلومات على مستوى الجونيور بس كلنا لازم نراجعها ونهتم بيها. The type of surgical drape disposable versus non-disposable used affect the risk. لان في بعض المستشفيات في بعض الاماكن ما عندهمش لسه الامكانيات ان هم يجيبوا. الحقيقه
انا فورجيف مي لو انا هبقى متحيز شويه يا جماعه، لو الاماكن بتاعتنا ما عندناش الفاسيلتي والريسورسز ان احنا نعمل عمليه بنتائج كويسه، الافضل الا نفعل الا نقوم بها. صدقوني يا جماعه البريفنشن از بيتر ذان كنترول. انا اسف ان انا ممكن ديسابوينت بعض الجونيورز، بس انا طبعا كل واحد ياخد القرار، بس انا شخصيا حتى لو في اي حته طالما ان انا اقدر امنع حاجه احسن ما اعملها وارجع اندم حيث لم يفيد الندم. طيب ال unknown recommendation it's unknown however the data from non-orthopedic procedures that suggest in disposable drains resist bacterial passage and reduce the risk of subsequent SSR. فاحنا نحاول نوفرهم على قد ما نقدر، بس اهم حاجه ان يكونوا كواليتي كويسه. للاسف لازم يكونوا كواليتي كويسه، و impermeable barrier should be used regardless of whether disposable or non-disposable. عشان اللي هيستخدموا non-disposable لو عندهم كواليتي كويسه، لو هم فعلا impermeable barriers okay fine. Does the use of inside draping او الاوبسايد sheet او الالايت reduce instance of SSI؟ وهل في difference in efficacy؟ نشوف الحقيقه انا بستخدمهم على طول، بيبقى نفسي دايما استخدم اللي موجود فيه، لان there is an evidence to indicate that antimicrobial impregnated inside drapes. عارفين يا جماعه الاوبسايد البني اللي بيبقى جاي لونه بني اللي فيه ID ده under بتاداين، يعني امين ده احسن حاجه ودل عليه ايفيدنس. اكشلي زمان الايفيدنس ام نوت شور وذر اتس ستيل ناو اور نوت، انه اكشلي اللي ما فيهوش ده في conflicting results، انه ساعات بيبقى بعض الناس او بعض الاستاذ كانت بتريكومند احنا نحاول نجيبه عندنا على قد ما تقدر. While bacteria colonization of the incision might predispose to subsequent SSI or PGI, there is no literature to demonstrate and the use of incised drapes had resulted in clinical differences for risk tackle PGI. بس برضو common sense، انا لو عندي لازم استخدم drapes وانا always استخدم drapes. وفي الهيب الحقيقه دايما دايما بيشتغلوا معايا، انا بحط اثنين او ثلاثه على حسب حجم العيان، بحط الاولاني اللي هو بقلبه بيبقى بحطه في البرينيوم بيبقى مقلوب، وببقى حاطه برينيوم بطريقه معينه. ممكن ابعت لكم فيديو على الفيسبوك او اليوتيوب او وات ايفر، عشان البرينيوم ده كلنا بننسى وبنحط ايدينا فيه جوه العمليه، وما بيكونش الاوكسايد اللي من فوق ده مغطيه. This is totally inappropriate, not very proper practice. طب ليه بنفضله؟ Many surgeons prefer to utilize incised draping for physical isolation of the sterile from non-sterile regions. لان الحقيقه لما بتحطه بتحس ان هو لزق لك الدنيا وفصل لك الحته اللي انت عارف انها سترايل من الحته اللي هي مش سترايل. And actually it could prevent migration of drapes during procedure. والحقيقه انا دايما لما حتى بستخدمه مثلا في التروكانتيك فراكشر بعمل بي اف ام بستخدمه ده، انا بايسوليت الحته اللي انا بشتغل فيها الجزء الهيب مثلا، وفي نفس الوقت بستخدمه ان انا بفصله عن الحته اللي مش سترايل وبثبت بيه الدريبس بالذات عشان خاطر والايمج بتلف من تحت لو اجيب لاترال، لان انا بنايم عيني على فراكشر تيبل بيبقى اوف ا فيري جود اسيت ان انا بثبت بيه الدريبس كويس جدا جدا جدا. Does the use of cloth or impervious stockinet around the ankle or and extremity affect rate of subsequent SSI؟ فاكرين لما اتكلمنا على القصه دي؟ In the absence of evidence we propose that a stockinet always be used. كلنا هنعمل كده، ده common sense. To cover unprepared skin in order to prevent potential contamination. كلنا لازم هنعمل كده، بس الحقيقه انا النهارده اقدر اقول لكم الاحسن برضو ان احنا لازم نبنتت او نعقم. Impervious stockinets may be more resistant to soaking through during surgery. لان ساعات الرجل بيجي لك مشركه بيبقى القماش بتاعها وحش، او انت لو بتستخدم قماش لسه مش disposable drapes هتلاقي القماش اللي جاي لك في المستشفى بيبقى خفيف جدا وساعات مقطع. انا اسف تاني يا جماعه هعيد، ما ينفعش البراكتس كده. احنا حتى لو ادينا العيان ده 80 يوم انتي بايوتكس هيجيله انفكشن. بليف مي ذيس از نوت ذا فاكتور، ذيس از نوت ذا سول فاكتور ويذر ادي العيان يوم ولا يومين ولا 10 ولا 15 وانا مش محقق بقيه الايكويشن. اوكي ذيس از فيري امبورتنت. الايتم الجاي بريفنشن برضه، اوبريتنج روم، وات اباوت ذا انستيزيا؟ هل في فاكتورز؟ أو سؤال does the type of anesthesia عمرنا يمكن ما فكرناش فيه قوي with the general أو neuroaxial اللي هي the region يعني influence the risk of subsequent SSI. الحقيقة لقيت ده وكانت معلومة من المعلومات لما رحت للconsensus اتعلمتها. Compared to general anesthesia, neuroaxial أو regional anesthesia appears to be associated with reduced risk of SSI. بس طبعا the decision في الآخر ده it's a combined decision. طبعا you have to have your own input.
بس مش هقول انا لازم اعمل له ريجنر. طبعا لو ينفع ريجنر احنا حتى بنحطها عاده في التوتال جوينت ارثروبلاستي لكذا حاجه زي ما هنبقى نشرح بعد كده ان شاء الله. Can regional anesthesia be administered to patients with orthopedic infection? يعني واحد عنده orthopedic infection هل نخاف؟ لا طبعا نقدر نديها لهم. It could be administered. إنما القصة دي معمولة ليه؟ عشان خاطر CNS infectious complications meningitis, epidural abscesses or vertebral osteomalacia are exceedingly rare. عرفتوا يا جماعة السؤال ده جاي؟ عشان الناس اللي بيخافوا يبدو لو عيال عنده orthopedic infection يجي له meningitis epidural. اتقال انه exceedingly rare. وتقال ان البوتنشال بنفيتس بتاعت النيوراكسيال انستيزيا لايكلي اوت واي اني بوسيبل ريسك. بس ثاني يا جماعه ده مش قران, انت يو هاف اولويز تو تيك ثينكس اون بالانس وتتكلم مع التخدير والعيان وبروبرلي اسيس يور بيشنت وتشوف احسن حاجه دي. Is it safe to use neuraxial anesthesia in patients with active musculoskeletal infection? حد عنده active musculoskeletal infection؟ Yes. The use of neuraxial or regional is safe in patients with PGI without septicemia. لو عيان بقى عنده سيبتسيميا هنا نبدا نتكلم. دي تقال ان هو there is limited evidence regarding the use of neuraxial anesthesia in patients with septicemia or other active musculoskeletal infection. اوكي هل عمرنا تخيلنا ان احنا هيبقى الانستيزيا ليها دور في البي جي اي؟ ممكن يكون اغلبنا او جزء مننا يقول لا. I hope ان احنا نكون added to your knowledge today something. الايتم الجاي, what about the operating room personnel؟ ده مهم جدا 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 في مصر. مش قادر اقول لكم that the number of individual in the operating room affect the rate of SSI. هتلاقي يا جماعة القط العملية بتاعتنا ملعب. أنا آسف في حتة كتير بتبقى كده. فلازم نراعي إن الكلام ده غلط تماما ونقعد نقول أنا عامل كل حاجة أنا مش excluding myself بالعكس. ونقعد نقول ده أنا ماشي وبعقم وبعمل ولقيت infection. لازم تعرف إن دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب infection. طب لو كده ايه الاستراتيجيز should be implemented to reduce the traffic in the OR? Recommendation, yes, it might be a factor انها تزود اللي هو النمبر بتاعنا لو individual في الOR كبير. The number of individuals in the OR with door openings انه داخلين خارجين, لازم يا جماعه نخلي الأوض مقفوله. معلش لو basic info بس للاسف مش كل المستشفيات بتلتزم بيها ومش كل الجراحين بيبقوا واخدين بالهم من القصه دي. طبعا المفروض الباب بيبقى متصلح ويبقى بيتقفل ideally automatic و نون تاتش يعني. بس للاسف مش كل الاماكن كده. اتليست لو انت مش في مكان ما عندكش الفاسيلتي يبقى لازم تتاكد ان الباب يفضل مقفول وما يفضلش يتفتح ويتقفل unnecessary. لانه elevated airborne particles من كثره عدد الانديفيدوالز او كثره فتح وقفل الباب can predispose to subsequent PGR. Therefore OR traffic should be kept to a minimum. قد ايه بقى اللي موجودين في العمليه؟ اختلف فيها الفقهاء بس اي كيم اكروس وان ستادي لقوا انه من خمسه وانت خمسه تخيلوا خمسه يا مؤمنين وانت طالع بيبدا يزيد البي جي ار. يعني لازم نحسب كل واحد في الاوضه لازم يبقى موجود ولا لا؟ ما نفرحش نجيب ثلاثه اربعه مندوبين وثلاثه اربعه ممرضات وثلاثه اربعه اوبزرفرز والكلام ده. طب ما هو تريننج هنعمل ايه؟ احنا كلنا بنتحط في الموقف ده بس لازم نبقى فيجيلنت وعارفين انه للاسف ايه الاستراتيجيز حبيت اقولها لكم. ليميتيشن اوف ذا نمبر اوف بيرسونز على الاقل لازم يكون اللي انت محتاجهم بالظبط. طب افرض ان انت في التريننج هوسبيتال يبقى انت تقسم يبقى ده هيدخل المره دي واللي منكم اشتغل بره وانا متاكد ان في منكم كتير واللي ما اشتغلش ادعوهم لازم تشتغلوا بره وتاخدوا انذر اكسبيرينس. هيلاقوا ان هم بيقسموا المره دي ده هيحضر والمره الثانيه ده هيحضر عشان يخلوا دايما دايما في سيرتن نمبر certain number of persons or personnel موجودين في الـ. Storage of frequently used instruments in the OR تفضل موجوده في الثيتر بتاعك عشان ما تقدرش تخرج السيركيليتنج ده لو عندك سيركيليتنج يعني متوفره 24 24/7 في الثيتر. ما تقدرش تخرج وتيجي تفضل تفتح الباب وتخرج. Proper education of OR personnel يا جماعه ساعات العمال والتكنيشنز مش عارفين الكلام ده احنا لازم نقعد معاهم ونفهمهم. Careful pre-operative planning and templating عشان ما تقعدش برضه تجيب انت بقى نفسك تخلي المندوب يخلي معاه كل الامبلانتس اللي انت عارفها او تقول له ايديالي او غالبا هستخدم كذا وكذا عشان ما يفضلش رايح جاي ويفضل واحد تاني يجيب وده يفتح له كل واحد بيدخل بيزود الريسك اوف انفكشن. تستخدم الفيربال كوميونيكيشن بدل ما تخلي واحد مش لازم يدخل لك ممكن الفيربال كوميونيكيشن تفضل قافل الباب لو في باب داخلي وخارجي تقفل الباب الخارجي وتقلل دخول الناس اللي انت مش محتاجهم. كل ده مهم جدا يا جماعه. مينيمايزيشن اوف ستاف روتيشن يعني ما حبكش يبدلوا في الحاله يعني على قد ما نقدر طبعا
ساعه الساعه 8 لما بتيجي في كل مستشفيات مصر ولا 7:30 كله بيروح، بس يعني نقلل الكلام ده على قد ما نقدر، او ما نعملش ساعتها مفصل على قد ما نقدر. Use of intercom for communication. تخيلوا يا جماعة اللي عنده facility يتكلم في الانتركام في التيتر بتاعه وما يدخلش حد يبقى. كل ده بنحاول نقلل. Door opening, no door openings for social visits, clinical discussion, etc. Use of door alarm to decrease the door openings. Prohibition of staff to enter or leave the OR unnecessarily. عمالين بنعيد ونزيد. Opening necessary equipment as close as possible to time of incision. بمعنى انا هركب مفصل ما افتحش بتاعه العلبه الاخيره اللي انا هستخدمها من الاول، ولو انا فاتح علبه مش هستخدمها دلوقتي يبقى لازم مغطينها زي ما هنقول الى مين. اكيما كروس دي ستادي الحقيقه في 1983 كانت about conversation في الاوبريتنج ثيتر. عارفين يا جماعه ساعات هتحس انك تقعد تغري كتير في العمليه ده مش صح قوي. ساعات بقول طيب we have to take things on balance، لازم تشرح، بس لو واحد بس بيتكلم يعني don't invite كل الناس يتكلموا كتير، لان لقوا في الاستادي دي it was concluded that conversation contributes to airborne contamination in the OR، وعشان كده لقيت جراحين كتير بره كلامهم قليل في العمليات. ومع هذا اتقال انه that contamination from this source can be lessened by wearing a face mask that extends underneath an overlapping hood. Okay? But the risk of SSI PGI increased when the surgeon performing the arthroplasty عنده upper respiratory infection. يعني صحيت النهارده لقيت عندي upper respiratory infection. Common sense الحقيقه لو اقدر اجل او اقدر ما اروحش يبقى احسن. انما الحقيقه according to the consensus it's unlikely that the risk of SSI PGI is increased when the surgeon or surgical team has an upper respiratory infection. بس امتى يا جماعه؟ مش بس كده، مش unlikely وسكت، لا كمل بقى. ما يعني ما مش عايزين نعمل لا تقربوا الصلاه، لازم نكمل. Wide spread of PPEs لازم تكون equipment protective personal equipment equipment انت لابسها، واخد بالك انك بتقلل على قد ما تقدر اي contact transmission وانت بتحتك بالمريض بالتكنيشنز بالممرضه etc. فلازم البيرسونال بروتكتيف equipment تبقى موجوده، ولازم تحافظ على البروتوكول او الاتيكيت بتاعك عشان تقلل الكونتاكت ترانسميشن. If in doubt اجل الحاله او ما تشتغلش وانت عيان. Does the technique duration or agent used for surgical hand scrubbing by the surgeon operating room personnel alter a patient's risk؟ نتكلم على السكن sterilization بتاع الايد بتاعتنا هتعقم بايه؟ It's unknown. Surgical hand preparation should be performed either by traditional scrubbing with a suitable antimicrobial soap and water or by using suitable alcohol based. كلنا عندنا في مستشفياتنا يا بيتادين ايديالي يكون الكحول بيست، عشان كده هم بيادفوكيت الكحول بيست هاند دروبس سواء بيتادين، ولو بيتادين هيبقى 3 دقايق، او لو انت بتستخدم ستيريليوم بيتقال انه اكوردنج تو ذير جايد لاينز دي او نص. اوكي يبقى تاني 3 دقايق ودقيقة او نص، ده بره الجايد لاينز. يعني في حاجات بقولك الحاجه الثانيه اول تعقيم ليك في اليوم خليه 5 دقايق لو سمحت، وتعقم كويس الاول، اغسل ايدك بالميه والصابون لو انت عندك في الثيتر بتاعك، ده مهم جدا 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 الى جانب البروبر هاند هايجين اللي هو المفروض كلنا عارفينه. وبعد كده ابدا تعقم سواء بالبيتاداين 3 دقايق اتليست، خليها في اول يوم 5 دقايق، او بالستريليوم وقلنا ان هو بيبقى دقيقه ونص اتليست. اوكي؟ لدقيقتين. Does a type of cab worn by operating room شايفين يا جماعه هم بيفصفصوا في ايه؟ حاجات بسيطه جدا ممكن ما تجيش على بالنا، بس عشان كده قد كده الانفكشن ده مهم، فلازم يحاولوا يمنعوه بكل الطرق. انه بس انه بيتقال ان some form of disposable hand covering is prudent، ولازم يا جماعه اهم حاجه واحنا لابسين disposable hand cover ده لازم نكون covering the entire scalp الايرز والفيشل هير ايديالي لو عندنا الهود، عشان لو حد عنده دقن او حاجه يكون مغطيها هي كمان. Should surgeons and operating room personnel wear a mask and cap؟ عارفين يا جماعه ده هتلاقوا بعض ال very senior بيارجيو انه مش محتاج، فاين عشان فعلا ما كانش فيه ايفيدنس، انما الحقيقه according to the consensus yes the use of surgical masks face masks and caps by stopping the OR is presumed حتى لو ما فيش good evidence presumed to reduce the frequency of surgical site infection. واعتقد ان احنا دلوقتي
فعصر الكوفيد احنا بنلبسه في الشارع، فاتليست يعني مقبول جدا انه لازم نكون لابسينه في العمليات. There are established standard of surgical face masks and caps in the OR should continue despite a lack of strong evidence. يعني أنا آسف حتى لو ما فيش strong evidence with all my due respect to all our seniors أو المدارس المختلفة يا جماعة لازم نلبس الفيس ماسك. أوكي؟ لأنه ده presumably هيقلل الفريكونسي بتاعت الـ SSR. A common sense. أوكي؟ Evidence for potential role for surgical face mask in protecting the staff from infectious material encounter in the OR is also controversial. However, تاني, according to the guidelines, in the absence of convincing clinical evidence, either for or against, advisable at the time to continue to follow local or national health and safety regulations. أنا عن نفسي لازم ألبس. Does a strict adherence to not wearing operating room attire outside the hospital, outside restricted OR area, reduce the risk of? دي مهمة جدا. إنه وين الجناير بالذات بتوعنا الغلابة، ربنا يكون مش غلابة يعني ماديا، الغلابة يعني ربنا يكون فرحنا كلنا مرينا بالمرحلة دي وربنا يكرمكم، أنتوا أكتر ناس بتتعبوا في المستشفيات بجد. هنلاقيهم يا عيني رايحين جايين يجيبوا حاجة من الاسم ويرجعوا عاملين ولابسين البدلة، ما بيقدروش يغيروا البدلة، ما بيقدروش يغيروا ومدخلين على اوضه العمليات. الكلام ده كله غلط تماما وانا مش بلومهم، بس according to the guideline we recommend انه اي حد wearing الاتاير بتاعه لو خرج بره الاريا بتاعه العمليات لو سمحت غيره. Not to wear the same attire during elective arthroplasty or complex orthopedic procedures. بس هي مش بلومهم هم، بس لازم المستشفى توفر لنا بدل عمليات ولازم توفر لنا أطار محترم أقدر أغير بيه كل شوية وتوفر لنا سبوء etcetera etcetera. بس الحقيقة يا جماعة لازم كلنا نتشارك ونحاول نأوبتمايز الكونديشن اللوكال بتاعتنا. الله يكون في عون النواب الصغيرين اللي بيضطروا يعملوا كده، بس ده ما ينفعش، العملية كلها هتبوظ. فلازم نكلم إدارة المستشفى ونقول لهم يا جماعة الكلام ده مهم جدا، ونتكلم مع الانفكشن كنترول ويوفروا لنا كل الفاسيليتيز المطلوبة. Operating room environment دي مهمة جدا جدا جدا. نبدأ بالفانسي الأول. إحنا سمعنا عن حاجة لامينر إير فلو، هل ده لازم يكون موجود في العمليات؟ كتر خير الدنيا إن إحنا نلاقي جوانتيات 8.5 أصلاً، يعني بتتكلم في إيه؟ الحقيقة كنت هشيلها بس قلت لأ، ما في بعض الناس مننا بيسافروا وفي بعض الناس عندنا بيشتغلوا في بعض المستشفيات الكبيرة وبيبقوا عايزين يعرفوا هل لازم that the use of laminar air flow in the operating room reduce the risk of subsequent SSI؟ والحقيقة لأنها كانت نتيجة أنا حبيت أشاركها معاكم عشان أطمنكم. Recent orthopedic literature has not demonstrated that the use of laminar air flow reduces SSR. At this time, it's not necessary to perform a clean orthopedic surgery أو elective surgery يكون عندك لازم laminar air flow. ودي اختلفت فيها الفقهاء، لأن مرة actually بحث طلع study مشهورة جدا أعتقد في 2011 في البي جي جي هو جي بي جي اس بريتش يعني بونا جون جورنال جورنال كارنتلي، اتقال انه اكتر لما عملوا باستخدام ال ال السوت البادي سوت وال اللامينر اير فلو انه اكتر انفكشن زاد. بس رد عليهم مايك بريد فيري فيري ويل نون سيرجن في يو كي في نورثمبريا اعتقد ليتر تو ذا اديتور، قال لهم الاتي انتوا كنتوا بتستخدموا معايا حاجه اسمها فورسد اير وورمنج، عارفين يا جماعه اللي شكل بير هاجر اللي بيتحط على العيان اللي هو عشان يدفوا العيان فبيتحط فيه فورسد اير وورمنج يتعمل بيه وورمنج للعيان، فتقال ان ده بيخلي الاورجانيزم تيجي ناحيه العيان وعشان كده ما ينفعش نحكم عليه. الى جانب انه السبيس سوت اللي كانوا لابسينه في الاستادي دي بيتقال انه تقريبا كانوا بيستخدموا الاكزوس سوتس، وهو بيتقال لا، انما المودرن سبيس سوتس اللي بتستخدم في المفاصل في الحته اللي هو بيشتغل فيها او في حته ثانيه خلاص ما بقاش فيها المشاكل دي. بس تاني according to the consensus هل احنا محتاجين عندنا يبقى في laminar air flow؟ absolutely not. Does the use of forced air warming during orthopedic sequent SSI؟ ده سؤالتين I came across عايزين نعرف. There is no evidence to definitively link the forced air warming اللي كنا بنتكلم على اسمه البير هدر اللي بيستخدموه التخدير عشان يدفوا العيان، انما في other alternative methods of warming can be effective اللي هي زي ايه؟ زي البلانكتس اللي هي بيسموها conductive fabric blankets ممكن تستخدم. اوكي؟ Does the operating room temperature affect the rate
قلنا كمان يا دكتور محمود من التمبريتشر، تخيل لازم your temperature might affect the core body temperature بتاعت المريض، وعشان كده potential could affect the rates of subsequent SSI، فمهم جدا ان احنا ناخد بالنا. Thus all efforts should be made to maintain an optimal OR temperature. International Organization for Standardization او ISO norms described ان هي بتبقى ما بين 18 و24. تخيلوا يا جماعه كميه الالم اللي بحس بيه ان واحد بيشتغل في اوضه بدون تكييف وبدون اي حاجه ومتوقع انه هيدي للعيان مضاد حيوي سواء يومين او سواء اسبوعين والعيان ده هيعدي من انفكشن. هاو كم؟ فاهمين يا جماعه انه دي اتس ا كومبليت سايكل، اتس ا لوت اوف فاريبلز، ما ينفعش نحقق فاريبل منهم ونقول احنا عملنا كل حاجه غلط، حتى لو انت عامل فاريبل منهم او تو فاريبلز منهم والباقي غلط برضو الانفكشن للاسف هيحصل. فعرفنا احنا لازم بالذات الجونيورز يبداوا ياخدوا بالهم من الاو ار تمبريتشر، وده عاده اكوردنج تو دي ايسو نورمز تبقى ما بين 18 ل 24 حوالي 21 اون افريج. بس بري اوبريتيف نورموثيرميا بتاعت العيان بقى افكت ذا ريت اوف سبسيكونت اس اس اي، طبعا بيز اون ذا داتا فروم ذا جنرال سيرجي اند اذر سيرجيكال ديسيبلين نورموثيرميا هاز بين فاوند تو بي ان امبورتنت فاكتور. مع ان ما عندناش ايفيدنس للاورثوبيديك سيرجري از كوايت سبيرس في الاورثوبيديك سيرجري، بس again we recommend normothermia also be maintained. فانت لو التخدير بتاع طبعا التخدير ربنا يكرمهم لازم يكونوا واخدين بالهم من القصه دي، بس انت لازم اول ما تشتغل مع تخدير جديد تلفت نظره من الحاجات دي كلها، لو هو ما كانش بيهتم بالكلام ده obviously لازم يكون بيهتم. Does the use of ultraviolet light decontamination in the operating room reduce the risk of subsequent PGI؟ الحقيقه ويا ريت يبقى موجود في المستشفيات. وده بيحصل امتى؟ The use of ultraviolet light during surgery are effective against airborne bacteria. However, عشان هو في potential risk للpersonnel, it's recommended بعد ما نخلص العمليات في آخر اليوم to be used at the unoccupied أو في the unoccupied times for terminal cleaning of the room. يعني لما بنخلص العملية ممكن يستخدم الultraviolet light لل عشان تعقيم الأوضة. Our light handles دي مهمة جدا جدا جدا، كلنا بنشتغل وبيبقى فيه لايت هاندلز او المسكات بتاعه النور يدات النور مايت بي سورس اوف كونتامينيشن طبعا، واحنا كلنا شفنا ساعات يا تقع في الجرح لا قدر الله لازم تبقى متاكد انها متركبه كويس، او تبقى خبطت في راس الاسيستنت او خبطت في راس الجراح او واحد منهم طنش او ما خدش باله، فلازم نبقى فيري 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 فيجيلنت عشان لو قعدنا نلمسها خلصت جالنا انفكشن انها possible source of contamination. طب نعمل ايه؟ لو احنا شاكين، لان لو في one of the studies انه بتبقى مصدر للانفكشن، لان كلنا او اغلبنا ما بناخدش بالنا. So we do advise surgeons as a precautionary measure to minimize contact with like handles by utilizing their spot. بتنيم العين وبتبوزيشن تبدا تعدل النور يعدل لك التكنيشن يعدل لك النور على الباب. عشان تقلل حتى المانيبيليشن دي. If contact with the device is necessary, we also recommend changing gloves. يعني لو حصل وانت لمست يبقى لازم تغير الجلوف احسن. جلوف ما اعرفش بكام، ب 100 جنيه بايا كان ثمنه، ما اعرفش دلوقتي سعره كام، بس احسن ما تعيد عن العمليه كلها ده اذا نفعت كمان. Is there a rule for banning all house handheld devices, mobile phones؟ الحقيقه صعب جدا. بس كلنا بنستخدم الموبايل في العمليات، بس لازم نبقى واخدين بالنا ان ده مش صح قوي. ومع هذا given a lack of evidence correlating increased infection rates adverse outcome with the use of handheld devices مش بس الموبايل بس including او mainly الموبايل recommendation ان احنا كلنا لازم ننظف السيل فونز بتاعتنا، نعمل لهم regular cleansing بحاجه ما تضرش الموبايل according للمانيفاكتشرر بتاعه، عشان بس انا مش قادر اقول ايفون تنظف، يعني كل واحد هيبقى عارف عشان اذا باظ على مسؤوليته. بس لازم كمان نعلم الستاف اللي معانا، staff education is essential. At the studies indicate that most of the healthcare workers actually do not regularly clean their devices. تعال نسأل، لو أنا لو عملت سيرفي كم واحد فينا نظف الموبايل بتاعه في آخر يومين ثلاثة؟ مش عايز يعني مش عايز أصدمكم، في آخر أسبوع في آخر شهر. ولازم تستخدم approved disinfectant that will not cause damage to your phone. الأيتم اللي جاي operating room surgical attire اللي بنلبسه. Does changing surgical gown during prolonged operation، يعني انت بتعمل عمليه طويله
هل المفروض تغير؟ ولو المفروض تغير الجاون وانت بتعمل عمليه طويله how frequent؟ Well, we cannot recommend, we اللي هو ده according للحاطين الجايدلاينز, we cannot recommend for or against gown changes at a specific time interval. However, common sense, we recommend that surgical gowns be changed لو حصل لها saturation او perforation او اتغرقت. Obviously انا شخصيا عن نفسي لما بطول قوي او بعمل حاله فيها two stage او يعني كذا خطوه, شلت هعمل النهارده السكند ستيج, فانا بشيل السبيسر وانضف واعمل, بقوم خارب متعقم ومغير الجون وعامل كل حاجه, ده اذا ما كانش كل ستوب المفروض يعمله كده وبعدين ندخل تاني. انما لو انت حاسس ان الجون بتاعك بقى ساتوريتد او في بيرفوريشن لازم يتغير. Does the type of surgical gown بقى المره دي جون غير دريتس disposable or reusable used by operating, هل ده ليه افكت على الاس اس اي او البي جي اي؟ Well, it's unknown. The available low level evidence suggests that tiny disposable gowns might have a higher ability to prevent bacterial dispersion in the OR. فبرضو حاول لو سمحت يبقى موجود عندك في العمليات حتى لو evidence بتاعه لكن ده common sense. Does the use of occlusive strips at the sleeves of surgical gowns reduce this risk? تاني يا جماعة ساعات هنلاقي الكواليتي بتاعت الجاونز اللي موجودة عندنا أو واحد إيده طويلة أو الكواليتي كويسة, هتلاقي إن أنت بتلبس جوانتي أو بدأت تشتغل هتلاقي إن بقت الريست بقى exposed, دي حاجة سخيفة جدا. أولاً contamination ليك وللعيان وللأوبراتيف فيل, فعشان كده في ناس بيبقى عندهم occlusive strips تحطها في الحتة دي عشان خاطر تمنع القصة. According to the consensus, there is no direct evidence that occlusive strips هتقلل risk of subsequent PGI. However, there is evidence from the gown-glove interface of certain gowning systems. وعشان كده ممكن indirectly أو thereby can reduce contamination. أنا شخصياً هوقف احاول اغير الجون اصلح القصه دي اجيب جوانتيات تاني, يعني لازم اتصرف, عمري ما احب ان الريست يبقى اكسبوز خالص عشان الكونتامينيشن. ممبرز اوف ذا اوبريتنج تيم كمان مهم قوي في السيرجيكال اتاير نحترمه, هتلاقي ناس كتير بس كمان وي شود افويد ريبيتيتيف تاتشنج اوف ذا سيرجيكال جاون. تاني يا جماعه عشان متهيألي الصوت كان راح, members of the operating team should avoid repetitive touching, ما تفضلش تلمس الجاون بتاعك كتير. Their gloves because with their gloves because bacteria invariably do progress on the surface of the gown. فلازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا جدا جدا. بمناسبه الجرح ما بحبش دايما, ما تخليش اللي معاك يا جماعه كذا واحد يحط ايده في الجرح, وساعات المساعد يبقى فاهم غلط ان انت مش عايز يحس, لا خالص, بس انت كده بتزود الانفكشن. فلازم لازم نبقى very careful ونقلل القصه دي على قد ما نقدر. Should patients wear a mask and surgical cap, ده العيان بقى اللي انت منيمه المفروض تلبسه ماسك وكاب. Unknown recommendation, the use of face masks and surgical caps by inhabitants in the OR have not been shown to impact the SSI. بس الحقيقه it might decrease the risk by decreasing the microbial air contamination, يعني برضه common sense. الحقيقه انا ما كنتش بخلي عيانين كلهم يعملوا كده, بس ايه المشكله ان احنا نلبسهم كاب, واذا قدرنا نلبسهم ماسك لو هم واخدين سباينال والتخدير ما عندوش مانع, او لو التخدير هيبقى عنده مانع نلبسهم على الاقل السيرجيكال كاب وهم كلهم المفروض لابسينه, بس ما نخليش الشعر بتاعهم باين والكلام ده, كل ده باد براكس او ان ابروبريت براكسز وعايزين كلنا نبطله. Does changing gloves during prolonged operation reduce the risk of SSI and how frequently? ده طبعا عشان كده انصحكم ضد عيانين الباكج, لان الجراح اللي بياخد عيانين باكج بيبقى حاسبها بالمليم وبالجوانتيات, ده اونلي نوز انا بغير قد ايه جوانتيات, وانا مش بتكلم عن نفسي اعوذ بالله, انا كنا من الجاهلين. انا قصدي ان اغلب الجراحين اللي بيعملوا مفاصل بيعملوا كده لان تكلفه جوانتي واحد مش هتدي اي حاجه جنب ان يحصل انفكشن للمفصل او لاي عمليه. Changing gloves intraoperatively may reduce the risk of SSI, PGI and arthroplasty surgery by reducing contamination. وbased on prior studies, how frequently, قال لك لازم بعد ما تعمل دريبنج, يعني قبل ما تحط الاوبسايت انا بعمل ايه؟ بلبس جوانتيين على بعض كويس؟ بنعقم وبعدين بنفرش, وبعدين قبل ما احط الاوبسايت بعد الدريبنج بقوم قالع الجوانتي الخارجي ولابس جوانتي جديد, وكل اللي معايا لازم يعملوا كده, ده قانون لكل الناس خلاص. عشان ايه؟ طب ما نلبس واحد اللي احنا رافضينه نلبس عليه, لا ما انت اللي معاك ده بقى كونتامينيتد, فانت هتلبس واحد عليه ما انت الكونتامينيشن جوه, فلما تيجي تغير بعدين ده اذا ما اتخرمتش الخارجي فانت فضلت كونتامينيتد. فبليز كلنا نلبس جوانتيين, نعقم, نقلع جوانتي بعد ما عملنا دريبنج, قبل ما نحط الاوبسايد نلبس الجوانتي الجديد لان الاوبسايد ده هيبقى انذر انترفيس او حاجه, او قبل ما نفتح
before handing implants فتحت شريحة مش لازم مفصل بس الهيد مرة الستيم مرة الاسيتابيولار كومبوننت مرة التوتال في التوتال نيل بولي اثن كل مرة تغير والمندوب يغير and when macroscopic perforation حسيت ان الجراف ده اتقطع لازم تغير لازم ريسك ليك وريسك للعيان قد ايه في بعض الاستاديز ريكومندد ان انت تغير كل 20 دقيقة انا شخصيا بفولو الادفايس دي ممكن اكتر وفي تاني قالوا انه at least once every 60 to 90 minutes لان كل ما الديوريشن بتاعت السيرجري زادت اوكي perforation indicator indicator systems في اللي هي الدبل جلافز او في الحاجات بتاعت اللي بنسميها بتاعت الفيروس او الفيروس زي ما بيقولوا عليها الهيباتايتس دي هي مش هيباتايتس هي دبل جلافز دي اللي different colors او فيها perforation indicator system results in significantly more innermost glove perforation being detected ساعة السيرجري لانه different colors فبتبدا تاخد بالك تعرف ان هو حصل perforation. The shoe wear operating room او dedicated shoes او uncovered outside shoes او covered outside shoes of the surgeon OR affect rate بتاعة ال SSI ال overshoes او ال shoes بتاعنا اللي بنلبسه بره. There is little or no evidence to suggest the use of dedicated OR shoes influence rates بتاعة ال SSI. ومع هذا يا جماعة شخصيا برضو تاني the common sense in view of the fact that shoes worn outside might be grossly contaminated we recommend obviously ما تلبسهاش في الأورثوبيديك OR والshoe covering should be worn to prevent contact of outside shoes with the OR floors ده common sense يا جماعة وبلاش نكسل لو سمحت كلنا في لحظات بنبقى ساعات ليزي بنبقى وبالذات يا جماعة أنا برقف جدا بالجونيور كوليكس بس برضو يا جماعة لازم لو سمحتوا دي أمانة وضمير العيان ده كل العيان نعتبرهم بابانا او مامتنا ولا قدر الله بيعملوا عمله فاكيد مش هتحب يحصل لهم انفكشن ندخل في التوبيك اللي جاي operating room surgical field when should instrument trays should be opened during surgery to minimize the risk of contamination يعني علب الالات تتفتح امتى مفروض يا جماعه لو احنا هنعمل عمليه ريفيجن ولسه الجراح عارف ان قدامه ساعه ما يتسرعش ويفتح الالات غلط Instrument trays should be opened as close as to the sign of the surgery as possible. لو انا هعمل مثلا لسه هشيل جزء وانضف وبعدين يبقى ممكن اخلي المندوب يتعب طبعا ده لو ضامن ان الاته جاهزه وباذن الله تعالى تبقى جاهزه. Once opened بقى افرض فتحنا trays and instruments should be covered. لازم تتغطى الممرضه اللي معاك او المندوب يغطيها بسترايل تاول or drape will not in use. ده مهم جدا وطول العمليه طول العمليه. دايما لما تعقم مع ممرضه جديده او مندوب جديد او مساعد جديد او جراح جديد او تكنيشن جديد راقبه في اول عمليه وانت دايما حط الرولز بتاعتك من اول يوم عشان اذا سبت اول يوم سبت له اي حاجه في السيستم بقى فيها ليك هتفضل what you accept and what you tolerate is what will continue فانت ما تسمحش باي ليكج في السيستم ده من اول مره لان ده بعدين انت المسؤول قدام ربنا عن المريض في الاخر Does the use of a splash basin increase contamination of instruments? يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ هتلاقي زمان كان بيجيب الحكيمه في بعض الاماكن ممكن تكون النائيه او غيره بيجيبوا بتفتح حوض كده وتقوم راميه فيه كل الالات اللي بتديها لها وفيها شويه سلايم. وتخليها يا جماعه لو انسترومنت واحده كونتامينيتد ايه اللي هيحصل؟ كله بقى كونتامينيتد. فانتوا بليز يا جماعه yes, the recommendations are known but they recommend against the use of fluid filled splash basin. That sit open during surgery based upon microbiological contamination. أو أي حاجة أي حوض افرض إنك أنت مش بس هتحط فيه الآلات هي فاتحة لك حاجة عشان تاخد منها سلايم ويفضل محطوط ده خد بالك لأنه ممكن يبقى أنا بقول كده بتقوم مشطفة وغسل آلة فيه كلنا شفنا المنظر ده إحنا أنت ساعتها بتبقى خلاص الجلطة بتتحرك وعمالة تمشي في الدم وتدخل على القلب أو البرين فلازم يا جماعه don't tolerate that please لان كل ده هيخلي انه ممكن يحصل حتى لو الايفيدنس لكن ممكن يخلي يحصل infection. Thus changing the electrocautery tip during surgery reduce the rate of subsequent infection. While it's clear that electrocautery tip may become contaminated, no study has been able to prove that. بس كاني common sense. لو انا شخصيا بعمل حاله two stage او whatever وفيها infection هغير التب قبل ما ابدا انظف او قبل ما ابدا اعمل second stage. دايما يا جماعه it's advisable to change the electrocautery tip الدايفيرمي tip بتاعته at the end of the dirty position. تاني احنا عمالين بنصرف يا دكتور محمود وعمالين مش مهم يا جماعه
صدقوني في الاول ده ارخص بكتير من الحاله انفكت لا قدر الله. حاجه ثانيه بقى للي عايزين يجودوا, should suction tips be regularly changed during surgery. انا قربت اخلص يا جماعه, مش هطول قوي ان شاء الله, انا عارف ان انا طولت بس عشان كله يبقى وصلكم النهارده باذن الله تعالى. ولا يا هاني الناس نامت؟ خلاص يا باشا احنا بنخلص اهو, اتفضل. طيب should suction tips be regularly changed during surgery and if so how frequently. الحقيقه yes the suction tips should be regularly changed during surgery, يعني انت لازم تغيرها حتى لو ما كنتش واخد بالك من القصه دي. طالما انك بتطول في عمليه المفروض كل 60 دقيقه تفتح واحد, واوبسلي وانت بتعمل تاني حلقه انفكتد ونضفت تغير ده قبل ما ما تقفل او قبل ما تعمل السكند ستيج, لان تلاقي ان السكشن تيب جيت كونتامينيتد ديورينج سيرجري اند ذا كونتامينيشن ريت از هاير ويز ا برولونج اوبراتيف تايم. شوت سكشن تيبس انتر ذا انتراميدالري كانال ديورينج اورثوبيديك سيرجري. في ناس يا جماعه بتلاقيهم ايه يحطوا السكشن في الانتراميدالري ينضفوا, ده مقبول جدا واحنا كلنا بنعمل كده, انما في ناس بيسيبوها جوه قال يعني بينضف. بليز ما تعملش كده, ات شود نوت بي ليفت ان ذا كانال where they draw a large volumes of ambient air and particles that could potentially contaminate the intramedullary canal. فده مهم جدا. نمرة 15, antiseptic irrigation solution. ايه الoptimal irrigation solution? Type, volume, or frequency to be used during clean elective orthopedic procedure. في ample evidence لما لقيت في guidelines انك ممكن تستخدم dilute betadine انك تغسل بيه الجرح, وفي جراحين بيعملوا كتير الحركة دي. بس خد بالك بقى, ساعات كتير بنعملها غلط لانه لازم يكون ستيرايل بيتاداين اللي هو مش متوفر في مناطق كتير. فبليز فيل فري انك تعمل كده. الاوبتيمال فوليوم مش معروف قوي, انما لازم يكون ستيرايل بيتاداين, مش بيتاداين التعقيم اللي انت اللي ده ما بيكونش ستيرايل بالمناسبه. Does the pressure of pulsatile delivery mechanism for irrigation fluid influence the efficacy بتاعت irrigation solution? Well, a series of clinical studies has been unable to observe differences in the clinical outcomes or reoperation rates ما بين ال high versus low. انما زي ما احنا عارفين في الارثروبلاستي في الفري انك تستخدم ال high pressure مع ان ما فيش evidence قوي, انما في الopen fracture زي ما قلنا في المحاضره ما تستخدمش high pressure parts level, استخدم low pressure او gravity pressure عشان ما تدخلش. في حاجه جديده اللي انا حاطط صورتها دي, في بعض الاماكن بره بتلاقي عندهم من شركات مختلفه حاجه اسمها tangential hydro surgery وبيستخدموها. It's an emerging irrigation method that though promising still requires further investigation. Okay. بس بنعيدها هنا تاني. Polymyxin أو pacitracin to irrigation solution offer additional antibacterial properties. Well, according to WHO and NICE, they advise against that. لأن في they advise against لأن ممكن يحصل منهم resistance. بالنسبة للCDC, uncertain trade-off between benefits and risks. Okay. وعشان كده according to the guideline they advocate against its usage in the face of growing antimicrobial resistant concerns, costs and hypersensitivity implications. فهم بي advocate against دي. ال operating room حاجة مهمة قوي. Should the knife blade be changed after skin incision for deep dissection? يعني النايف اللي انت هتستخدمه للسكن هتستخدمه جوه؟ الحقيقة according to the consensus yes it should be changed. يعني انا لو هستخدم حاجه للسكن غير اللي هستخدمه جوه, مع ان في conflicting results من different series, بس تاني الكومن سنس ان انا اغير الساحه المشرب دي حاجه كويسه جدا, ودي على فكره اولد براكتس. وعشان كده بيقولوا انك انت ما فيش مانع خالص حتى لو ما فيش ايفيدنس كبير انك انت تكمل على البراكتس دي, لانه السكن ممكن يكونتامينيت ذا سكالب, السكن ممكن كان كونتامينيت ذا سكالب and potentially transfer into the deeper tissues لو انت هتستخدم نفس السكن. لانه taking into account the locus of changing the plate versus the high cost لو لا قدر العين حصل له PGI او SSI. فعشان كده we find it hard to recommend against changing the knife blade. Okay? Does operative time affect risks بتاعت ال SSI? Obviously, الإجابية كل ما طولنا كل ما هيزيد الانفكشن ريت. وعشان كده هتلاقي بعض الجراحين المعروفين, انا اسف, او بعض الناس هتلاقي عندهم مونيتور ذير انفكشن ريت, هتلاقيهم عاده بيطول. فاحنا مش بنقول عشان ننتقد, لا, بس لازم نركز ايه اللي بيخلينا نطول. لازم نبذل coordinated efforts to reduce the operative times without technically compromise. ما تبقاش برضه سريع قوي بقى وتسيب خطوات, لا, خير الامور الوسط.
بس لو انت تقدر، لو انت بتضيع وقت كتير جوه العمليات عشان ناقصك حاجات او عشان كذا او عشان انت بتاخد ست، لازم تصلح الكلام ده كله وتقلل الوقت على قد ما تقدر. هل استخدام السي ار انتراوبراتيفلي انكريز ذا ريسك اوف سبسيكوينت اس اس اي بي جي اي ان بيشنتس اندرجوينج اورثوبيديك بروسيدجرز؟ مفيش استاذ وارد كده، بس خدوا بالكم كلنا عارفين اول ما بنغطي السي ار وارد قوي ان هو بيلمس وانت كجراح شغال او مساعد شغال ومش واخد بالك يخبط في الممرضه يخبط في الترابيزه، فلازم نبقى واخدين بالنا كويس جدا جدا ان هو ممكن يبقى كونتامينيتد، ولازم all due efforts to be made to prevent the cover or other parts of the CR ان هو يلمس الاوبراتيف فيل. دايما دايما assume ان هو contaminated until prove the other one. وغير انك بتلبسه ممكن ترمي حاجه فرش او دريب وترجع ترميها اول ما تشيل الايمج، واحنا اعتقد كلنا بنعمل القصه دي. البلاد كونسرفيشن ده الوجينيك، هل انك انت تدي الوجينيك بلاد ترانسفيوجن بيزود الريسك بتاعه الاي جي اي؟ يس قديم طبعا، انا كل ما اديت لعيان بلاد ترانسفيوجن كل يونت هتزود لي الانفكشن، فانت افري يونت بيتقال انها بتنكريس الريسك اوف انفكشن 9%. عرفتوا ليه يا جماعه؟ عيان طب اللي يديله دمه خلاص، لا ما تديلوش وخلاص، لان كل وحده هتديها له هتزود الانفكشن ريسك 9%. الجايد لاينز والكونسنسس ستيتمنتس مختلفين، بس اي كيم اكروس سم بليسز يو كي مثلا كان الثريشولد 8 جرام بير دي سي ليتر، وفي امريكا اعتقد او في سم اذر بليسز في يو اس بتبقى 7. يعني العيان اذا ما كانش وصل ل 7 او وصل ل 8 ما بتديلوش دم. انما طبعا لو راجل كبير في السن وعنده كارديو فاسكولار كوموربيديتي الثريشولد ممكن يطلع لغايه 9. فانت لازم تو تيك ثينكس اون بالانس، ولازم تعرف العيان ده سيمتوماتيك ولا لا. بس ان جنرال ما تديش اقل من 8 لو سمح. في الكبار ما تديش، ممكن عند تبدا تقلق عند 9 مثلا. اوكي؟ وبرده لازم تاسس العين كويس. دو انتي بليتليت دراجز نيد تو بي وذ هيلب؟ انتي بليتليت دراجز زي الاسبرين او الكولبيدوجر، هل دي ممكن بتزود الاس اس اي فانا لازم اوقفها؟ الاسبرين مش لازم يوقف يا جماعه خالص، وده هنبقى نقوله ان شاء الله. اوعدكم وزي ما كنت بتكلم معاها ان شاء الله رب العالمين ات سام بوينت نبقى نعمل ويبينار عن البي تي اي بروفيلاكسس. انما الاسبرين مش لازم نوقفه، وده ناس كتير بتخاف منه، بس في الفري تو دو وات ايفر يو وونت. في جراحين عارفين الجايد لاينز بتقول مش لازم نوقف، انا شخصيا ما بوقفوش. في ناس تانيين بيخافوا من البليدنج، فاين كل واحد يعمل اللي هو عايزه او مقتنع بيه ان هيز اون كاباسيتي ان هيز اون بليس. الكلوبي دوبرل او الفلافكس ده لازم بقى يوقف 5 لـ7 ايام، مش عشان بس الاس اس اي، عشان كمان انه بالذات لو عيان انت هتعمله الكتيف او لو ستروما زي ما شرحت قبل كده، لو العيان مش هيقدر ياخد غير ريجنال، لان ما ينفعش ندي ريجنال والعيان واخد كلوبي دوبرل او فلافكس اقل من مش موقفه يعني 5 لـ7 ايام. There are role for administration erythropoietin, hemotonics, زي ما قلنا و other agents for patient with orthopedic infection. Yes, feel free تاني انا احوله على hematologist وهو اللي هي prescribe او حد بطنه يبي prescribe for him. ليه؟ عشان نقلل ال allogenic blood transfusion، وده indirectly ممكن يقلل ال PGI او ال SSR. هل في حد هنا يا جماعه ما بيستخدمش برانكزاميك اسيد؟ ده دلوقتي يا جماعه بقى روتين في كل العمليات وبالذات في التوتال، انا شخصيا بستخدمه حتى في التروما. ريكومنديشن يس، انه لما هتادمنستر خلى عيان ادمنستريشن اوف اي في او توبيكال او حتى اورال، انا لسه ما جربتش الاورال الحقيقه، بس في اماكن بتديه الانترفينس انا بستخدم ستيم، بس ما فيش في ستادز وارد ما فيش فرق بين الثلاثه. انه اتس ان افكتيف استراتيجي فور ريدوسينج البلاد لوس، وتاني انت لو وفرت بلاد لوس يبقى وفرت الوجينيك بلاد ترانسفيوجن، يبقى وفرت يبقى ممكن تقلل البي جي اي اندايركت. وعشان كده برضو هل ينفع تستخدمه في الريفيجن؟ طبعا نستخدمه في الريفيجن طبعا، ما فيش مشكله خالص، يبقى سواء برايمري او بستخدمه في التروما كمان. ذا ذا يوز اوف ترانكزاميك اسيد ريدوس الانستنس، ايوه هيقلل الانستنس بتاع الاس اس اي عن طريق ان هو بيقلل حدوث الانيميا وبيقلل انك تحتاج بلاد ترانسفيوجن. انا قربت اخلص خلاص يا جماعه. طيب نيجي لرقم 18 الوند مانجمنت. ذا ذا تايب اوف وند كلوجر، يعني انت قفلت بستيبلز او بسوتشر او ديرما بوند الحاجات الجديده اللي طالعه على الفانسي، هل بتافكت الانسس بتاع البي جي اي؟ الحقيقه ذير از لاك اوف سترونج ايفيدنس ان اي واحده فيهم سوبيريور عن الثانيه ومفيش ديفرنس. ف وات وركس ان يور هاند، انا بتكلم دلوقتي على البي جي اي او الاس اس اي، ممكن يكون في ايتمز ثانيه ممكن مثلا يكون عام بيحس بوجع اكتر بوست اوبرتيف اتسترا، دي حاجه ثانيه. دو انتي بكتيريال كوتد سوتشرز ريديوس الريسك، يعني ذا يوز اوف انتي بكتيريال كوتد سوتشرز هي بتبقى غاليه شويه
بتريديوس لو انها بتريديوس الريسك اوف اس اس اي فولوينج كولوريكتال سيرجري. هاويفر ما فيش كونكلوسيف ايفيدنس في الاورثوبيدكس, بس هاويفر في الكولوريكتال سيرجري لا انها ممكن بتقلل الاس اس اي. Does the use of topical incisional sealants اللي هو زي ما قلت الدرمابوند والانتيديوس سيل اللي بدأت تدخل مصر حديثا بتقلل الانسنس بتاع سيكوانت اس اس اي؟ طبعا الحاجات دي غالية. While we recognize ما بيقولوا انه the use of topical incisional sealants has the potential to reduce wound drainage, there is no evidence that the use of such products have any impact. طبعا محتاجين studies اكتر وكده. Okay. Does the use of surgical suction drains increase the risk of subsequent SSI? لأن في ناس ما بيحطوش drains, في ناس بيحطوا drains. بس الحقيقة الإجابة أو recommendation consensus, there is no direct evidence to suggest that the use of surgical drains, طالما لك هتستخدمها أقل من 48 ساعة, أقصى حاجة, leads to increase in the rate of subsequent SSI. بس الحقيقة لازم تاخد بالك, اللي بيستخدم drains هيبقى عارف إن هو هيبقى فيه higher volume of blood loss, واللي ما بيستخدمش drain هيبقى شويه ياخد باله انه هيحتاج يعمل مور فريكوينت انهانسمنت للدريسنج, او بيغير اكتر, او بيحب يحط دريسنج اكتر. انما لقوا انه عشان بيحصل هاير فوليوم بلاد لوس مايت اندايركتلي انكريز ذا ريت اوف اس اس اي, بس اكيد ده اندايركت ريليشن, لانه ميني اوف ذا ار سي تيز اللي هي كانت محطوطه في التوبيك ده او في الكويستشن ده لو نو ديفرنسز وين كومبيرينج درينز تو نو درينز اكسبت انكريسينج بلاد لوس اند ترانسفيوجن ريكويرمنتس. اوكي, بس ان كونكلوجن هم لقوا ان السيرفيكال درينز دو نوت ابير تو انكريس ذا ريسك اوف سبسيكوينت اس اس اي, طالما ان احنا نستخدمها فور شورت ديوريشن اللي هو بكثير اقل من 48 ساعه. What surgical dressings? يعني انت خلاص قفلت العيان, انهي surgical dressings هتحط؟ occlusive, silver impregnated لو عندك الفاسيليتي دي, او dry gauze. الحقيقه لقوا according to the consensus, ولان الحاجات دي موجوده بره على wider scale, ان ال occlusive and or silver impregnated dressings have been proven to reduce rate بتاع wound complications compared to standard gauze dressings. اللي هو سيكو بي, لو هتحط dressings يا جماعه لازم البلاستر تعمل وون سيل كويس جدا جدا جدا, عارف بلاستر كيراتين لازم تقفله كويس جدا جدا جدا. However, further research is required to see if the added antimicrobial such as silver occlusive active nature of dressing or their combination is responsible for demonstrated reduction in the SSI PGR. طيب, when should sterile dressing نقول للعيان ان هي هتتغير؟ في عيانين بيخرجوا من عندنا وهو بيزيد معاه الانسنس اوف انفكشن. ازاي؟ بيحسب ان احنا لازم كل يوم نغير على الجرح. ده absolutely غلط تماما. The dressing placed over the surgical wound under sterile conditions in the operating theater should be changed based على ان هو saturated او بقى soaked قوي او بقى فيه bleeding, ساعتها ممكن يتغير. انما غير كده لو سمحت ما تجيش جنب, يبقى مش محتاج تغير unless انه طالما ان ما فيش طالما انه no significant bleeding or drainage on the original dressing. If the dressing remains dry, wound coverage for a minimum 48 hours بره, بيخلوا الوند مقفول على الاقل بس 48 ساعه. الحقيقه ده كومن سنس في مصر, الحقيقه انا بخلي الوند مقفول على طول لغايه ما نفك الغرز. هل ان احنا بنحرك العيان بعد العمليه على طول early mobilization after orthopedic procedure associated with increased risk of wound drainage؟ في ناس سالوا السؤال ده او كان عندهم الاسامبشن ده, الحقيقه لا. The current literature reports no increased risk of wound drainage or SSI or PGI مع ال early mobilization. وانا عادة بنمشي العيانين cemented with cementless دلوقتي اغلب الناس the first or second post operative day على طول. اوكي؟ يبقى تاني عشان لو كان الصوت راح, the current literature reports no increased risk of wound drainage or SSI or PGI with early mobilization. بالذات ان احنا بنحب نعمل مفاصل للناس عشان يمشوا على طول. Is it necessary for a patient to postpone having an invasive dental procedure after TGA? يعني عملت عن توتال هيب ولا توتال نيو, عايز يجي يعمل invasive dental procedure. In the absence of evidence, we recommend ان هي لو حاجه not urgent, لو سمحت حاول تاجله لغايه ما يحصل osseo integration. تاني, مفيش evidence بس دي consensus والagreement كان 82%, ومع هذا it's common sense. لغايه بالذات لو cementless, لغايه ما يحصل osseo integration للمفصل بتاعك, حاول تأجل non-urgent invasive dental procedure. بس طبعا لو urgent لازم. Does the type of VTE prophylaxis influence the risk of SSI? I came across this question وده كان مهم جدا ان اقوله. Yes, the majority of studies, عارفين يا جماعه بدأنا نستخدم الاسبرنتين
في الارثروبلاستي مش التروما. Aspirin appears to result in lower risk of SSI PGI لما بتكمبير بالفيتامين كي انتاجونست ماريفان هيبرين بيز برودكتس فاكتور 10 اي انهبيتورز او دايركت ثرومبين انهبيتورز. هو فعلا الاسبرين بيبقى lower risk كمان. اخر ايتم hospital environment. Does prolonged hospitalization prior to elective total joint arthroplasty increase the risk of subsequent SSI PGI? الإجابة common sense. طبعا عشان كده لو سمحتوا يا جماعة نحاول نجيب العيان يوم العملية بالكتير أو على قد ما يمكن يوميها اللي هو بعد 12 أو الصبح لو نقدر عشان خاطر نقلل. لأن للأسف prolonged pre-operative hospitalization is associated with increased risk of SSI والعيان بيبقى exposed لكل الأورجانيزمز والباثوجينيك أورجانيزمز اللي موجودة في المستشفى. Does placement of patients with an infection in private hospital rooms decrease the risk؟ يعني هل لازم نعزل العيانين لما بنعزل العيانين اللي عندهم infection في private rooms ده بيقلل؟ it would reduce the rate of hospital acquired infection. لأنه there is some evidence to suggest that isolation of patients who are carriers or are infected with MRSA in private rooms as well as observing isolation protocols be reduce the rate بتاع hospital acquired infection. وعشان كده the patient isolation or contact precaution measures مع العينين دول will play a key role in controlling outbreaks. Okay. مع ان انت ده الايتم ده لوحده hasn't been examined بس برضه common sense. لو عندي عين infected طبعا هعمل له isolation. اوكي انا طولت عليكم يا جماعه جدا 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 بس في النهايه التيك هوم مسج الجايد لاينز دي تاني جايد لاينز تو از تو جايد اور براكتس. ممكن ما تناسبش كل الناس, ممكن ما يكونش عندك كل الفاسيلتيز, بس احنا هنا بندي المحاضره دي او بندي المحاضرات ان جنرال او بنكتب كومنتس معينه او بنقول حاجات معينه عشان العلم بيقول كذا, حضرتك بقى عايز تطبق ايه او ايه اللي يناسبك او ايه اللي يناسب الفاسيلتيز بتاعتك او ان يور اون كاباسيتي, ده حاجه تخصك وترجع لها. ونحاول كلنا, لو انا بفكر هحاول اكزوست ماي سيلف ادو اول ماي ايفورتس ان استخدم احدث حاجه موجوده او اطبق احدث حاجه وصل لها العلم على قد ما اقدر. طبعا تيكينج انتو كونسيدريشن اور لوكال جايد لاينز اور لوكال بوليسيز اور لوكال سيركمستانسز اند ريسورسز. Read it well, incorporate it into your practice, كل الجايدلاينز اللي قلناها, keep it on your mobile زي ما انا عمال بقول لك, انت مش محتاج تحفظ حاجه خليها عندك. وحاول يا جماعه اللي ما عندوش المستشفى بتاعته infectious disease specialist ولا infection control unit, it's a must بصراحه. حاول تلاقي infection control unit تتعامل عندك, وحاول تاخد كل الميجرز وتتعاون معاهم. وفي حاجه اسمها antibiotic stewardship program هنتكلم عليها, ونتكلم على antimicrobials ان شاء الله. ولازم تمانج العين دول on the basis of multidisciplinary team. ايد لوحدها ما تسقف, ومن ظن انها قد علم فقد جهل. لازم تشرك بقيه السب سبيشالتيز, بقيه السيستم, تاخد سكند اوبينيون. ممكن اكلم هاني انا جالي كذا اعمل ايه, وهو يكلمني يقول لي محمود انا جالي كذا 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 اعمل ايه. ده مش عيب ابدا يا جماعه. فبليز ريد ات ويل, انكوربريت ات انتو يور براكتس, كيب ات اون يور موبايل. حاول تخلي عندك infectious disease specialist او تتكلم مع حد او microbiologist, follow the MDT protocol, حاول يبقى عندك infection control unit, وحاول تكمل كل الميجرز لو سمحت. وباذن الله تعالى I'll do my best. هفضل بس انا عندي شويه حاجات كده هعملها واحولها على PDF file واشاركها معاكم, وابعتها لهاني يشاركها مع كل الناس اللي حضروا الويبينار باذن الله. شكرا جزيلا لحضراتكم, وانا اسف ان انا طولت عليكم. هل البلس لافاج از ا ماست ان برايمري ريبليسمنت؟ الحقيقه لو هنتكلم على كونسنس زي ما انت شايف, لا, ومفيش فرق بين الهاي واللو بريشر. هاويفر الحقيقه ان ماي هاندز اي اولويز لايك تو يوز ات, بس اجين ذيس از ماي اكسبيرينس, لانه الحقيقه بيخليني انضف كويس جدا جدا جدا, بيخليني اكلين البون اندز عشان اقدر اعمل, بالذات لو انا بعمل سمنتد اقدر اخلي ال proper cement integration into the bone interstices, فدي مهمه جدا جدا جدا. تمام. I'm not sure whether هو يقصد بالجرين هاوس effect, انه بعد ما نحط الاوبسايد بعد شويه بيبدا يبقى في حته فيها تتحول للون الاخضر زي ما ساعات بنشوف. I'm not sure, بس انا read about that. انا اسف ان انا ما اعرفوش يا دكتور احمد زوحي.
تمام. وهل موضوع ان احنا نفكس الدرنقه ده برضو ممكن يعمل حاجه في الانفكشن ولا مفيش كلام عليها؟ انا الحقيقه I never came across that. بس لو انت من المهتمين ان الدرنقه ما تتخلعش بالذات مع الترانسفير او كده، الحقيقه مفيش مشكله انك تاخد غرزه. In my humble views، بس الحقيقه برضو انا ممكن ابقى اقرا عليها، انا يعني ما اعرفش هل حد قال عليها حاجه او لا. انما لو تقدر تثبتها كويس من غير ما تحط فيها خيوط، فاين. لو انت تقدر عندك الادهيزفز وضامن ان هي وهي ما تتشدش من العيان وهو خارج، فاين، ذاتس فاين، ذاتس ابسولوتلي فاين. تمام. في يعني اعتقد ده دكتور زميلنا من الاردن، دكتور عدنان، كاتب: عاده خروج المريض بعد العمليه بيبقى بردان، لازم درجه حراره. ده مش مهم، ده مهم، انا اسف، ده مش مفروض يحصل، انا اسف، مش مهم، ده مهم جدا جدا جدا. لازم العيان يفضل متدفي، لازم يبقى تيب نورمال ثيرميك ثرو اوت ذا بروسيجر، لازم متعلق له المحاليل حتى في الترانسفير. ربنا يكرم حضرتك يا دكتور ماهر بيه، علمني ومن زمان لازم العيان بيتنقل حتى ديورنج الترانسفير المحلول محطوط ويكون العيان ويل فنتليتد ويل هايدريتد ومتدفي كويس، او الحراره بتاعته ويل مينتين. تمام. في ايه تاني؟ اعتقد احنا خلصنا كل الاسئله اللي خاصه بالموضوع دوت. هل احنا في سؤال اخير بس، ان هم بيحطوا في بعض يعني زمايلنا بيقولوا ان السناير بتوعهم بيحطوا بيعملوا سيلينج للوند باوبسايد لمده اسبوعين. في جروح مثلا زي ايه؟ زي شولدر ولا في الهيب ولا في الني ولا هو عموما اي سيلينج، اي سيلينج لو قصده فوق الدريسنج باوبسايد ذاتس فاين. انت طالما انك هتستخدم سم سورت اوف اوكلوسيف دريسنج ذاتس فاين، اي ثينك ان ده ما فيهوش مشكله، طالما انه مش عامل تورنيكي افكت او حاجه لا قدر الله سيركمفرنشال. تمام. كان في بعض الناس بشوفهم بيحطوا فاك بعد التوتال نير بي. انا ما رضيتش اعمل ده لان ده كونتروفيرشن، بس الحقيقه يعني حالات الانفكشن، حالات عندي فيها مشكله في السوفت تيشوز، بس يس يو ار ابسولوتلي رايت ان انا اعمله اون روتين بيسس لا، يعني هي بيرسونالي او ذيس از ماي اون فيوز اي وودنت الحقيقه. طيب، كان في ناس بتسأل على موضوع الغيار نفسه بقى، هل احنا دريسنج اللي في العمليات بيبقى يعني كومبليت سترايل، هل اشيل لما اجي اغير على العين بعد اسبوع مثلا لو جالي لما بيجي متابعه، هل اشيل الدريسنج واحط دريسنج معقم؟ انا بعمل كده او اكتشري ستري باد او ميبور او وات ايفر يو كول ات، ده مجرد انك بتحطه على الجرح، مش محتاج حتى تحط على الجرح حاجه، يعني اكتشري بيتاداين لو حطيناه لازم يتمسح، عشان ده اكشلي ساعات بيبقى اجينست البروبر سكين هيلينج، او ممكن مجرد بس تمسح بالسلاين وتمسحه، فمش محتاج تقعد تنظف، واحط ستريباد او ميبور، مش محتاج بقى اللي هو الاوكلوسيف، مش محتاج قصدي اللي هو البالكي دريسنج، طالما ان انا عديت ال 48 ساعه اساسا، وده في التوتال ني مهم جدا. انا بخرج العين كلهم بستريباد او ميبور بس، ليه؟ لانه عشان يقدر يتني ويفرد، البالكي دريسنج بالكريب باندج ما بيخلوش يتني ويفرد كويس، بيليمت الموفمنت شويه بس. تمام. في اخر سؤال من دكتور عدنان برضو اعتقد من الاردن: في حاله الجراح جاهز ولابس كل شيء ولاي سبب من الاسباب اتاخر او التخدير حصل معاه شيء وتاخرت البدايه، كم من الوقت الذي يلزم الجراح تغيير الجلافز علما بان الجراح لم يبدا باي تدخل جراحي؟ انا عندي طالما ان انا فضلت واقف شويه انا ممكن اغير الجوانت، ما عنديش ادنى مشكله، ده السؤال ده كومن سنس. انما زي ما قلت لحضرتك هو في وان اوف ذا ستاديز اي كيم اكروس بيغيروه كل 20 دقيقه، انما طالما ان انا ما كنتش واخد بالي، اصل خد بال حضرتك لو احنا بنقف وبنبقى ما اشتغلناش انت قد اونلي نوز، انليس انك انت واقف تمثال وحاطط ايدك قدام صدرك زي ما كلنا بنقف بالوقت اياها وما لمستش اي حاجه، انما اف ان داوت ارميه والبس واحد ثاني جديد طبعا. انما كرقم معين انا اي دونت هاف ا نمبر، النمبر الوحيد اللي قلته اللي هو كل 20 دقيقة. هو دكتور عدنان بيقول ان هو من اليمن، فمعلش يعني عذر، كلنا اخوات يعني كده ولا اهلا بحضرتك دكتور عدنان واهلا باليمن كلهم. طيب، does the use of clipper increase the risk of transmission from a patient to another؟ ما احنا بنغير ده disposable، لازم يتغير طبعا. طيب، هل بتدين ان بوست اوبريتيف دريسنج
ممكن يبقى source of infection. مش خاصة source of infection، حتى لو source of infection يعني كل حاجة ممكن تبقى source of infection طبعا، بس أنا زي ما قلت دايما وتعلمتها في البراكسس من وأنا نايم، إن إحنا بنحط البيتاداين على الجرح ونمسحه، ما بخليهوش خالص عشان it might interfere with the skin healing. تمام يا بي، شكرا.